صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا بصم صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الأربع الموافق 10 مايو 2023 دايما كده بنقول اختار الصديق قبل الطريق والصاحب ساحب ليك دايما في كل ما هو ايجابي، علشان كده مفيش احسن من صديق الطفوله لان صديق الطفوله او صداقه الطفوله دي تحديدا رغم براءتها ونقاها وانها صداقه لا يعني يشوبها اي من المصالح او يعني العلاقات القائمه عليها هي الصداقه الحقيقيه اللي بتظل يعني لو ما احتفظناش بيها هتظل يعني فارقه ونقطه مضيئه في تاريخ يعني حياتنا كله بشكل عام، عشان كده سؤالنا النهارده بيقول صديق الطفوله، هل هو لسه معاك لحد دلوقتي ولا لا؟ واحكي لنا عن موقفك معاه، جمانه صباح الخير صباح الخير عندك اصدقاء طفوله يا جمانه؟ عندي اه فعلا لسه محافظه عليهم؟ اه اه يعني عندي اصحاب من المدرسه بص طبعا يعني واحنا في المدرسه كنا جروب كبيره وكنا مجموعه كبيره بعد كده مع الوقت بقى ومشاغل الحياه بالظبط فبيفضل معاك بقى يعني يعني عارف لو طلعت باثنين ثلاثه تبقى محظوظ صحيح لا انا طلعت الحقيقه باكثر كمان من اثنين ثلاثه مش كتير قوي بس يعني انا بالنسبه لي دول فعلا اصحاب طفوله من واحنا صغيرين من واحنا في المدرسه واحنا اصحاب مع بعض وحتى اسرنا نفسها اصدقاء مع بعض وعارف وانت كده ما بتبص في, شريط حياتك تفتكر دايما الشخص ده في ذكريات كتير قوي معاك تحس ان الشخص ده لو غاب ذكرياتك هتبقى فاضيه وهضيف ليهم يعني بقى كمان فاضل. صحاب بالظبط آه. دي حقيقه فعلا ومع صحاب المدرسه كمان صحاب الجامعه بما ان احنا طبعا لسه متخرجين من الجامعه اول امبارح ف لسه الأصدقاء. كبرتيش قوي برضو يا لا كبروا كبرنا مع بعض فبرضو عندي لسه اصدقاء جامعه انا بالنسبه لي دول يعني دول اللي طلعت بيهم دي الناس اللي انا عارفه انه لو حصل اي حاجه في اي لحظه فعلا مجرد ما هرفع سماعه التليفون صحيح. هم موجودين يمكن قيمتهم كمان بانت بعد ما بتعدي على اشخاص تانية بتعتبرهم اصدقاء ليك وبيتضح ليك او تتضح ليك الامور بعد كده بتعرف فعلا قيمتهم مواقف كتير عدينا بيها مع بعض مواقف حلوه ومواقف وحشه نجاحات واخفاقات حاجات كتير جدا بنبقى عدينا بيها بس يعني يمكن ده بيقوي العلاقه اكتر مش هقول لك عمرنا ما اتخانقنا لا كتير جدا اتخانقنا وكتير جدا اختلفنا في وجهات صحيح. النظر ويمكن عدى اوقات كمان ما كناش بنتكلم بعض بتعرفي بتعرفي قوه العلاقه تحديدا من المواقف دي ما هو ما فيش علاقه ماشيه على ليفل واحد طول الوقت طبع. بالمناسبه حتى العلاقات الزوجيه انت برضو بتعرفي قوة العلاقة من المواقف اللي بنعدي بيها وزي ما بيقولوا كده عارفة ده الوقود اللي بيخليكي تكملي طبعًا. فكرة اللي انت لو انت انا جمانة انا ما عنديش خاطر عندها وما استحملتليش وما بلعتليش بالبلد كده زي ما بيتقال يبقى جمانة ما بتعزنيش صح هنختلف في وجهات النظر اه لكن هنتخاصم لا هنعدي وهي دي الفكره وبعد ما بنعدي وممكن مهمة. نرجع لموقف تاني ونقول يا فاكره يا جمال لما كنا هنخسر بعض في الموقف الفلاني لان انت كل مرحله بيبقى فيها مرحله نضج مختلفه بعدها فلما بتنضجي وترجعي تبصي على المواقف هو انا ازاي كنت بزعل من الحاجات دي لا وانت قلت كلمه مهمه قوي هي كلمه الخاطر ان انت ما تهونش على اللي قدامك انا بالنسبه لي الصديق يمكن ناس كتير تختلف معايا بس آه أنا الصديق أهم عندي من يعني الفريند أو الصداقة أهم عندي من فكرة إنه يكون أم أم يعني خليني أقول لك إيه زو مش زوج لا طبعًا مش ما توصلش للدرجة دي مش قصدي بس أقصد إنه العلاقة هنا بتبقى مبنية على حاجات تانية مختلفة خالص صحيح. عن عن زوج أو زوجة أو أخ أو أخ الكلمة دي عشان كده في أحيانًا ناس كتيرة قوي بيبقوا صحاب جدًا كويسين لكن ده ولد وبنت، هل اللي انت ممكن تنتقلي بالصحاب ده من ليفل الصحاب لليفل اللي هم يبقوا اتنين زوج وزوجه؟ احيانا الناس بتخاف علشان انا صح. مش عاوز اخسرك لأن عارفين ان الزواج مثلا بيبقى فيه قدر من المواجهه اكبر بكثير من احتمال احتماليه الاحتماليه ان, ان انت وفشل. تخسر بالظبط احتماليه ان انت تخسر الشخص بتبقى مختلفه فانا بالنسبه لي الصديق ده هو العيله اللي انا اخترتها كلنا صحيح. كبرنا وسط عيله ما اخترناهاش احنا ربنا قدر لنا ان احنا نكون موجودين وسط العيله دي والناس دي بتحبنا من غير شروط لكن الصديق اللي انت بتختاره ده العيله اللي انت بتختارها لنفسك طب قولي لي اسم او اتنين من اللي انت لسه محافظه عليهم اه في ناس كتير قوي هتزعل مني بس اصدقاء طفوله أقول... احنا بنتكلم على اصدقاء طفوله مدرسه أه رنا الموقف اللي هقول مع... لك رنا أه ونورهان طيب ايه الموقف اللي تفتكريه دايما مع رنا ونورهان هقول لك انا انا موقف وقت موقف واحد هما مشتركين فيه انا بصعب لك الموضوع <applause> انا مش عارفه انت ايه التعجيز ده <applause> هقول لك انا وقت ما بابا توفى الله يرحمه الله يرحمه انا ورانا ما كناش بنكلم بعض م. كنا متخانقين مع بعض ولقيتها موجوده و... وكنا متخانقين بالمناسبه لفتره ما كانتش قليله يعني ممكن تكون شهرين مثلا ما بنكلمش بعض خالص و يعني الخبر وصل لها بطريقه وبآخر باخر يعني وفجاه لقيتها قدامي هي ومامتها واخوها كلهم كانوا موجودين وبالمناسبه كانت ظروف العزاء كانت صعبه جدا، كانش العزاء كمان وقتها كانت الدفنه يعني كانت صعبه جدا لان كنا وقت الثوره فكانت الظروف صعبه جدا انها كان بعيد صحيح. جدا فعشان يكونوا موجودين واحنا فعلا ما بنتكلمش وفضلت موجوده معايا طول الوقت ومن ساعتها يمكن فعلا عرفت انه لا في ناس حتى لو اتخانقنا حتى لو زعلنا من بعض لا انت غلوتك عندك هو ده عن الصح اللي هو وقت ده اللي انا بتكلم عنك فيه وقت الجد بتلاقي الصاحب الحقيقي بينحي كل المشاكل وكل الخلافات وبيصدر او بيطلع المعدن صح. اللي معدنه كويس بس هو اللي بيبان في المواقف دي مستحيل عشان كده المواقف والازمات يعني مستحيل عشان كده بقول المواقف والازمات هي اللي بيبين الصديق انا من وجهه نظري بشوف ان في اصدقاء بيكونوا علامه فارقه فعلا وفي اصدقاء بيكونوا علامه فارغه خلونا طيب نتكلم بمنتهى ايه الحياه لا انا عندي اصدقاء طبعا من آآ آآ يعني فتره الكي جي تحديدا او المدرسه الحضانه لان انا كنت في مدرسه حضانه ابتدائي اعدادي نفس المدرسه كل دي كانت في نفس المدرسه م. الحمد لله صداقتنا استمرت مع بعض وعندي اسامي كتيره قوي ويمكن بنتواصل من وقت للتاني ودي حاجة كويسة أنا بقول لك أنا يمكن من الحاجة الإيجابية بقى للتكنولوجيا وفي ظل برضو كورونا والكلام ده كله إحنا جمعنا بعض الفصل كله إحنا كنا فصل ألف وبي إحنا جمعنا الفصلين تقريبا على جروب واتساب وبدا الموضوع كده يعني انا كان بيكلمني شادي صاحبي طب يا شادي انت ما شفتش حد من زمايلنا مش عارف قال والله انا من هو دكتور دلوقتي من ساعه فتحت العياده في المعادي وانا تقريبا طب معاك ارقام مين طب معايا كذا وكذا فبدات هو يحط طيب وانا كل واحد يدخل كان شرط ان هو على تواصل باي حد نبتدي نضيف بعض واتجمعنا تاني وعاوز اقول لك بقى كان المتعه الحقيقيه لما اتقابلنا بعدها في لعبه ماتش كوره اي انا ماليش في الكوره انا عارف انت مش هتنبهري قوي انت بتعلق انت بتعلق بره بتيجي صاحب الكوره لا 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 بس كانت كانت حاجه حلوه فكره اللي احنا جمعنا بعض من وقت للتاني اصبحنا انت ما بقاش بقى صديق واحد لان هي زي ما بقول لك هي صداقه بريئه صداقه احنا كلنا مش قايمين على حاجه يمكن واحنا صغيرين كان دايما هتلاقي اللي هو انا بغضب لما يبقى صاحبي ده مش موجود وبزعل على زعله طبعاً. ليه ما اعرفش انا ما اعرفش معنى كلمه صداقه لا بس هي بص هي دي بقى الصداقه ان انت فعلا زي ما انت قلت خاطرك وانا بالنسبه صحيح. لي لو حد انا واحمد مثلا اصدقاء من زمان جدا اصدقاء جدا لو حد ضايق احمد كان ضايقني بالظبط ما هو ده اللي انا بقول عليه هو انت بتتعاملي بالفطره صح. انا ما اعرفش يعني كلمه صداقه لسه لكن بتبتدي اللي انت بتبتدي اللي انت تغيري انت مضايقني كتير اه بالظبط في <applause> شخص مضايقني على اي حال زي ما بقولها لحضراتكم يمكن دي مواقفي انا وجمانة مع يعني اصدقاء الطفوله تحديدا لكن بالتاكيد اكيد انتوا عندكم مواقف كتيره ومواقف مختلفه واصدقاء طفوله محافظين عليهم لحد دلوقتي فسؤالنا ايه هو او مين هو صديق الطفوله اللي لسه معاك لحد دلوقتي واحكوا عن مواقفكم معاه ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الايجابي الاجتماعي ومستنيين يعني اسئله اجابات حضراتكم على السؤال واللي نستعرضها بالتاكيد خلال اليوم النهارده صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي عشان نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات نعرف كمان اخبار اصدقاء الطفوله معها ايه صباح الخير صباح خير عليك خير صباح يا صباح الخير يا جماعة صباح الخير يا عبد الصمد قولي يعني لنا بقى اخبار أصدقائك. اصدقاء الطفوله انا ما كنتش عايشه في مصر فما كانش عندي اصدقاء طفوله مكملين معايا يعني اتفرقنا لانه يعني كنا بره مصر بس لما رجعت في صحاب ثانوي والجامعه مكملين معايا لغايه النهارده الطفوله برضه ثانويه انت تعتبرها طفوله اه اه ممكن يعني لو هتعتبره ثانوي لا انا ما اظن بس الطفوله اللي هو يعني واحنا في ابتدائي واحنا صغيرين يمكن واحده بس من صحابي كانت لبنانيه ولسه انا وهي لغايه النهارده ليه يعني لسه كانت في مصر قريب وتقابلنا دي من اصدقاء الطفوله كنا انا وهي بره مصر انما غير كده اصدقاء ثانوي على فكره برضو ما فاتكيش كتير قوي هلا لان اه لو الصداقه بريئه قوي في فتره هي الطفوله قوي لكن في اعدادي وثانوي وجامعه زي ما انت بتقولي او ثانوي وجامعه بتكون عارفه صداقه كلها كده مشاغبات ايوه لان خلاص يكون الواحد بقى اه سوا مع بعض بيكون الواحد دخل في سن بقى وفي مرحله كده يعني آه في سسبنس كده بيحصل في سسبنس وفي اكشن فعلا لكن الطفوله انا حتى لقيت صاحبتي اللي من دي جايبه صورنا واحنا صغيرين مع بعض شكلنا بقى م. يعني واحنا صغيرين اطفال خالص حاجه مختلفه وبتبقى فعلا ذكريات طب حلوه طب على الطقس عشان زميلتك بتاعت لبنان دي لما تيجي خساره <applause> <applause> خصوصا ان احنا ما كملناش يعني طول السنين دي <applause> على خلونا نتعرف مع بعض على احوال المرور النهارده في مناطق مختلفة من مصر نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة، لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، هتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق اللي جاي من الاقاليم للقاهره عن طريق الطريق الزراعي كمان اللي متجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي اللي جاي من المعادي للجيزه برضو في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي هنروح دلوقتي للجيزه عشان نستعرض هناك الحلقة المروريه بتظهر كثافات بسيطه جدا على محور 26 يوليو اللي جاي من اكتوبر تستمر لحد ميدان لبنان اما المتجه من المهندسين لاكتوبر ففيه هناك سيوله مروريه كبيره على المحور هنروح لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع الكثافات بتزيد مع ساعات الذروه لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ في حركه السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه وفي منطقه المساحه وشارع العريش ومدكور والطلبيه ظهرت بعض الكثافات كمان في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين وتظهر كمان بعض الكثافات على محور صفه اللبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان كثافات مروريه متحركه كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني كمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي نروح بقى دلوقتي لمحافظه اسيوط من طريق انا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات والكثافات دي هتبدا تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لمدان ام البطل ومسجد الحسن في مدينه اسيوط نفسها قدام مستشفى الجامعه في هناك سيوله مرورية مكمله لحد جامعه اسيوط ولما نوصل هنلاقي ان في بعض الكثافات المرورية بتبدا تظهر ومكمله لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظه، اما الطرق الخارجيه فطريق اسيوط الغربي فيه هناك سيوله مرورية طريق المنيا اسيوط ايضا بيشهد سيوله مرورية. تعالوا بقى نكمل جولتنا المرورية ونروح لغاية الإسماعيلية، الطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرورية مكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى طريق الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع ستة، في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق احمد ابو زيد هناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق الاسماعيليه الزراعي مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وكالعاده دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح ومن ابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق اول توت جلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الامنيه بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه. خلال اللقاء تم استعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الراميه لتسويه الازمه حفاظا على سلامه وامن الشعب السوداني الشقيق. كمان امبارح يا جمانه على صعيد بقى الاخبار التي تحدث في مجلس الوزراء امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات قطاع الاعمال العام ومراجعه الموقف الخاص بطرح حصص لبعض الشركات ضمن وثيقه سياسه ملكيه الدوله. كمان تفقد رئيس الوزراء عدد من مباني الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده. خلونا نعرف تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كثيرة تصدرت لاهتمامات امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسلم الفريق أول توت جلواك رسالة للرئيس السيسي من الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالاضافه لاستعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الراميه لتسويه الازمه حفاظا على سلامه وامن الشعب السوداني الشقيق. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس اداره جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه. وثمن رئيس الوزراء النتائج الايجابيه اللي وصل لها الجهاز واكد على الدور المهم اللي بيقوم به بي الجهاز في دعم سياسات المنافسه في السوق المصريه بما يخدم الاقتصاد الوطني. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع الاطار الاستراتيجي بين مصر والامم المتحده للتعاون من اجل التنميه المستدامه للفتره من 2023 حتى 2027. ينظم هذا الاطار المشروعات التنمويه اللي بتسهم وكالات الامم المتحده العامله في مصر في تنفيذها وفقا لاولويات الحكومه المصريه والخطه الوطنيه المصريه للتنميه المستدامه 2030 اللي بتتماشى مع اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده 2030. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع ملفات قطاع الاعمال العام، وتطرق الاجتماع لمراجعه الموقف التفصيلي لطرح حصص بعض الشركات التابعه لقطاع الاعمال العام. ووجه رئيس الوزراء بسرعه انهاء الاتفاقات الخاصه بهذه الشركات بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقه سياسه ملكيه الدوله ومواصله سعي الدوله بخطوات جاده من اجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الاولويه للاقتصاد المصري. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد عدد من مباني الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده، استهلها بتفقد مبنى مديريه امن العاصمه، وده في اطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفتره المقبله، كمان تفقد مقر وزارتي الاسكان والنقل واطمأن على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمه الاداريه الجديده. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالية تموين وفروع مشروع جمعيتي. كما أكد توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة. امبارح <متحدث> المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك ان الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي التقى ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا في زياره رسميه تستغرق عده ايام تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. بتأكيد الاخبار في مصر ما بتخلص وتحديدا في المحافظات لان كل يوم بيكون في جديد يمكن اهم ما حدث من اخبار في المحافظات امبارح هو افتتاح موسم حصاد القمح في محافظه الاسماعيليه وكمان يعني الكميات اللي تم توريدها من المحصول في محافظه الوادي الجديد في موسم حصاد القمح اما في محافظه انا فتم الانتهاء من تاهيل 250 شاب للالتحاق بسوق العمل صحيح يا كمان في المحافظات تم تطهير بحر ابو الاخضر وبحر فأوس لري 270 الف فدان في الشرقيه وتقديم خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه لاكثر من 100 الف سيده في المنيا واخبار ثانيه كتير من محافظات اخرى خلينا نعرفها مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتيرة بتهم أهالينا في المحافظات. البداية من الإسماعيلية اللي تم فيها افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 1008 فدان بقرية أم عزام التابعة لمركز الأصاصين الجديدة، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة قمح السنة دي أكثر من 33 ألف فدان. في الغربية، أعلنت المحافظة عن تجهيز 20 مجزر للاستعداد لاستقبال الأضاحي في العيد وذبحها بطريقة آمنة تضمن سلامة المنتج من أي مسببات مرضية، وده تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين، مع توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم اللحوم بعد التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية. في البحر الاحمر اعلنت مديريه التضامن الاجتماعي توزيع 500 وجبه غذائيه على العائدين من السودان في ميناء سفاجه وكمان قدم الهلال الاحمر شنطه مواد نظافه شخصيه لجميع الوافدين مع توفير 27 كرسي متحرك للاستخدام مع حالات المرض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. في قنا اعلنت المحافظه ان وحده السكان نجحت في تدريب وتاهيل 250 شاب وفتاه من مركز اوس ضمن مبادره بدايه نجاحك حقق حلمك. لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة في الشرقية أكدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه بيجري الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لبحر أبو الأخضر بزمام هندسات ري منيا الأمح وهيهية وفقوس بطول 29 كيلو لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 800 ألف جنيه وكمان أعمال تطهير بحر فقوس بطول 33 كم كيلومتر بزمام هندسات ري الحسينية وشرق وغرب فقوس لخدمة زمام 120 ألف فدان وبتكلفة مليون وخمسمائة ألف جنيه وده ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية في الدأهلية أعلنت جامعة المنصورة عن عدد من الوظائف الخالية لعدد من الإدارات والوظائف القيادية من بينها رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في المينيا اعلنت مديريه الصحه ان الفرق الطبيه بعيادات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه قامت خلال شهر ابريل اللي فات بتقديم خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه ل 100,962 سيده ده بالاضافه لتقديم الخدمات الاخرى من تنفيذ ندوات للتوعيه والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الاسره المختلفه فاسوان اكدت المحافظه انه بيتم الأول مره تشغيل العبارات ليلا ونهارا بين مينائي قسطل وابو سمبل السياحيه منذ افتتاحه في عام 2014 وده بهدف استيعاب الوافدين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستكمل الاجهزه المعنيه بمحافظه اسوان جهودها المتواصله لتقديم الخدمات المختلفه للوافدين القادمين من دوله السودان الشقيقه في ظل تداعيات الازمه الحاليه في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه تم توريد 240 ألف طن من محصول القمح حتى الآن من داخل وخارج المحافظة وأكدت أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح السنة دي على مستوى المحافظة أكثر من 436 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن السنة اللي فاتت <applause> مين هو؟ مش لسه الموضوع ده كنا بنتكلم حقيقة مرحبا طيب بحضراتكم مرة تانية هنروح دلوقتي لسؤال الحلقة هفكر هفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال الحلقة سؤال الحلقة هو هل لسه أصدقاء الطفولة مستمرين معاكم لحد دلوقتي ولا لأ؟ ولو آه احكوا لنا عن مواقف معاهم خليني أقول لك إن الناس حكت يا جمال يعني في أكتر من 60 تعليق الحمد الناس لله. الحمد لله نشيطة هي على الصبح ويعني متفاعلة معنا في علاء هارون بيقول صباح الخير يا مستر أحمد أنت ودكتورة جمانة صديقان طفوله لسه معايا لحد دلوقتي أه ومعايا كمان في الشغل حماده قط واحمد قريشي هما الاثنين من ايام الطفوله وفي كل حاجه مع بعض لا احنا مش عاوزين بس يا استاذ علاء تقول لنا اسمين احنا عاوزين موقف انت بتفتكره دايما طول ما بيجي في بالك كلمه صداقه بشكل عام يعني صحيح في كمان محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد الوعد منصفا انا وصديقي دكتور محمد نبوي وياسر حسني وعامل منشن لاستاذ ياسر حسني احنا اصدقاء طفوله الى الان واحنا طول عمرنا كتف في كتف وبرغم مطحنه الحياه الا ان احنا مع بعض الى الان في كل شده وكل مناسبه وكل وقت وادام الله علينا الاخوه والصداقه أمين. اللهم امين يعني يا رب دايما كده كتف في كتف يعني طيب في فاطمه ابو المجد، فاطمه بتقول صباح الخير يا مصر احلى حاجه الصداقه، الصداقه اللي بتكون بدون اي مقابل بتكون كمان وقت الشده، صاحبتي من ثانوي معايا لحد دلوقتي وكمان جيران في نفس البيت، موقف حصل من سنين افترقنا ولما اتجوزت وبدور على شقه عرفت بعد السكن ان انا سكنت عندهم في العماره وتجددت الذكريات ربنا يخليها ليا ويخلينا لبعض يا رب تحياتي ليكم من شبرا مصر القاهره طيب في كمان احمد حسنين بيقول صباح الخير عليكم انا عاوز اقول اني انا وانا صغير كان والدي عليه والدي رحمه الله عليه هو صاحبي وصديقي وبعد كده كان لي زمايل فتره عمريه وذلك لكثره التنقل الله يرحمه في عزة محمد الله يرحمه طبعا في عزة محمد بتقول صباح الخير أحلى حاجة في الدنيا الصحاب أنا ربنا رزقني بأحلى صاحبة في الوجود كانت بتغير بتغير علي من واحدة تانية كلمتني وكانت دايما تقول لي أنا بس اللي بتمنالك الخير وفعلا عمرها ما أخذتني أو أغذلتني احنا اصحاب واحنا عندنا تقريبا سنه او عمرنا سنه ودلوقتي عندنا 29 سنه وبقى لنا 28 سنه صحاب يعني ربنا يبارك في عمركم يا رب وتفضل دي الصداقه هي دي الصداقه اللي للوجه اللي عارفه وفكره الغيره ان الصاحب يغير عليك دي برده بتبقى حاجه كويسه طول ما هي في اللي عارف يعني في كويس أوه. احيانا بتبقى <تخلقنيش> صعبه <applause> بالظبط في كمان آه. سلوى شقير بتقول صديقه طفولة لسه معي حتى الان افترقنا من 30 سنه وما زلنا مع بعض ممكن نشوف بعض كل سنه مره لكن عمري ما انساها ولا تنساني متواصلين مع بعض دايما هي في السعوديه وانا في القاهره وما زالت صديقه عمري وعامله لها منشن توحه الدياستي اتمنى ان قلت الاسم صح وحلو الموضوع ده اعملوا منشن يا جماعه لصحابكم افتكروا مواقف كده مع بعض خلينا نقولها خلال الحلقه طيب خلينا نروح لسهاج انت احنا المنايفه والصعيد ولاد عم فدايما بنحن كده لبعض يعني في استاذ جمال مختار عبد المولى بيقول صباح الخير من سوهاج سوهاج اهل الكرم بالمناسبه يا أه وهحكي لك على موقف حصل معايا في سوهاج طيب صباح الخير من سوهاج اصدقاء الطفوله تفرقوا هنا وهناك ولم يتبقى غير اخواتي الاشقاء اللي عشت معاهم اجمل ايام الطفوله في ظل والدينا تحياتي ليكم وليهم جميعا حاجة حلوة برضو على فكرة يا جمانة إن يكون فرق السن ما بينك وما بين إخواتك مش كبير قوي وأنتوا صحاب أكيد يعني أنا بالمناسبة أنا عندي صاحبي هو أخويا الكبير يعني أكتر حد بقى صاحبي وقريب مني بين السن قد إيه؟ سنتين أه بس ده فرق صحاب دا جدا دا فرق. أوه. وأخويا الصغير فرق ثلاث سنين مش نفس ال... يعني أه إحنا صحاب قوي برضو وبيساف بس أقصد أخويا الكبير عارفة إحنا تفكيرنا قريب شوية من بعض أوه. مصطفى دايما عندي المندفع لا انا هو الصغير ده بيعمل مشاكل كده بس انا انا عندي اخواتي الفرق بيننا كبير قوي يعني هم عندي اخين اكبر مني اللي في النص اكبر مني ب 10 11 سنه ما شاء الله ففرق كبير قوي بيننا وبين بعض ف... سنتين وثلاثه دي انا بشوفها حاجه بس احنا كنا عاملين مشاكل برضه احكي لك على موقف سوهاج بالمناسبه لان انا لما نزلت سوهاج ساعه افتتاح سوهاج الجديده كنت عندي تغطيه هناك وشغل انا شفت كميه كرم يا جمانه في حياتي ما شفتهش. طبعا انا دخلت اطلب قهوه في قهوه وانا ماشي رفضوا ياخدوا فلوس لمجرد عرفوا ان انا غريب يا اخ ما يصحش لا اشتريت قلم من مكتبة الراجل ما رضاش ياخد مني فلوس وانا بخل. كان نفسي اعيش انت عارفه كم نوفي انا كان نفسي اعيش في البلد دي بصراحه كنت هتبقى من اهل البلد وكنت هتدفع خلاص فعلا بقى. على اي حال دي كانت بعض تعليقات حضراتكم مستنيين كمان تعليقات اكتر ومواقف اكتر لكن دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه حلقات بنصبح على حضراتكم مره ثانيه هيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات الطقس هيكون مائل للبروده صباحا حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافئ على السواحل الشماليه شديد الحراره على جنوب البلاد بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل اكثر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه صباح الخير دكتوره منار صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك يا اهلا بحضرتك طمنينا على حاله الطقس النهارده وهل في ارتفاعات تانية في درجات الحراره في الايام اللي جايه بالفعل يمكن احنا بدانا اليوم ارتفاع في درجات الحراره هي ارتفاعات طفيفه بحوالي 3 الى 4 درجات عن الايام الماضيه هنحس بيها بشكل كبير خلال فترات النهار وده بسبب تاثرنا بكتل هوائيه صحراويه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار بسبب تاثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي اليوم العظمى على القاهره الكبرى 31 درجه مئويه، ذروه الارتفاعات هتكون غدا الخميس ان شاء الله المتوقع فيها العظمى على القاهره الكبرى ما بين 32 33 درجه مئويه خلال فتره النهار، المناطق اللي هتحس بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، لان العظمى فتره النهار على محافظات جنوب الصعيد توصل ل 40 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي اجواء اليوم هتكون اجواء حاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على سواحلنا الشماليه شديده الحراره على جنوب الصعيد خلال فترات طيب. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره لكن فتره الليل خلال الليله دي والليله اللي جايه ان شاء الله هيكون فيها تحسن في درجات الحراره عن الايام الماضيه لان متوقع صغرة فتره الليل توصل 19 الى 20 درجه مئويه خلال فتره الليل فاجواء فتره الليل هتكون اجواء مائله للبروده في المناطق الشماليه آه نقدر نقول معتدله في المناطق الجنوبيه خلال فترات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر بالاضافه كمان هيكون فيه تكون شفورة في تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر في ساعات الليل المتاخر علي اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المصفحات المائيه لكن هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشي فور سطوع اشعه الشمس بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء وساعات الصيف هيكون في نشاط الرياح ونشاط نسبي الرياح مش قوي هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره في فترات الليل والاجواء الرابعيه ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره او الاجواء الحاره دي حتى مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله اه الذروه بتاعتها احنا قلنا الخميس مع يوم الجمعه والسبت هتوصل ل 30 درجه مئويه لكن هنحس بالاجواء الحاره اه نقدر نقول لكل الساده المواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية ونخلي بالنا من نوعية الملابس فترات الليل لأن لسه في برودة في الجو خلال فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر تمام بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهرة درجة الحرارة العظمى هي 31 والصغرى 19 وفي العاصمة الإدارية نفس درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 في الإسكندرية 25 17 وفي العلمين الجديدة 25 16 مطروح 24 15 ودمياط 24 18 بورسعيد 23 19 والإسماعيلية 31 18 لو روحنا السويس هنلاقي درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 أما في العريش 25 17

في الفيوم درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18 أما في بني سويف فنفس درجة الحرارة 32 18 ولكن في الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 20 في أسيوط 33 17 وفي سوهاج 33 18 في إنا 34 20 وفي الأقصر 34 20 أيضا أما في أسوان فالعظمى 36 والصغرى 21 ودلوقتي هنرجع مره تانية لجمانة وعبد الصمد عشان نعرف ايه اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده عوده ليكوا تاني جمانة وعبد الصمد شكرا لك يا أهل دلوقتي خلينا نروح نعرف مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله عندنا اخبار تخص مؤتمر جامعه عين شمس العلمي الدولي في نسخته ال11 كمان اخبار تخص امتحانات سنه رابعه وخمسة <applause> ابتدائي يعني اكيد كمان في اخبار مهمه لعشاق الساحره المستديره لان النهارده في مباراه مهمه ما بين الانتر واي سي ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا خلونا نشوف هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم إطلاق فعاليات مؤتمر جامعة عن شمس العلم الدولي في نسخته الحداشر وهيقام السنة دي تحت عنوان اقتصاد المعرفة لحياة أفضل ومن المنتظر أن يشهد الاحتفالية مجموعة من الشخصيات العامة ونواب رئيس الجامعة والخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية النهاردة هيختتم طلاب سنة رابعة وخمسة ابتدائي بالجيزة امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 والنهاردة هيكون امتحان مادة الرياضيات وده وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا هيلتقي فيها إيه سي ميلان مع إنتر ميلان الساعة 10 بالليل طيب خلونا نروح لموضوع اخر تحديدا حدث في جامعه المنوفيه لان في مسابقه عالميه نظمتها الجامعه الامريكيه لمهندسي الميكانيكا المسابقه دي فاز فيها فريق من طلاب هندسه المنوفيه بجائزه افضل تصميم لمركبه مسيره وبيعتبر دي اعتقد اول مره يا يتم فيها تنظيم يعني مثل هذه المسابقه تحديدا يعني المسابقة. طبعا يعني هي الفعاليات زي ما احمد قال لاول مره يتم تنظيم هذه الفعاليات المسابقه في افريقيا والشرق الاوسط بمشاركه من ممثلين للجامعات الدوليه وخبراء الصناعه الوطنيه كمان فريق هندسه المنوفيه فاز المركز الثاني في المسابقه بشكل عام بعد ما قدم ابتكار مهم بيستهدف تحسين اداء المركبات والروبوتس او الروبوتات المسيره اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية خلينا نعرف أكتر عن هذا الابتكار من خلال هذا التقرير ضمن فعاليات الحدث الدولي الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا فاز فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية بجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة Green Energy Sprint أيضا حصل الفريق الطلابي من برنامج هندسة الميكانترونيات بكلية الهندسة على المركز الثاني في المسابقة بشكل عام وذلك بعد ان قدم فريق الكليه مشروعا يستهدف ابتكار وتحسين اداء المركبات والروبوتات المسيره التي تعمل بالطاقه الشمسيه كمصدر من مصادر الطاقه الجديده والمتجدده وكذلك التحكم بها من خلال انظمه الميكاترونيك المتقدمه لضمان فعاليه الاداء والتحكم في استهلاك الطاقه وتوجيه الربط بدقه وكفاءه عاليه نظمت الجمعيه الامريكيه لمهندسي الميكانيكا فعاليات هذه المسابقه للمره الاولى في افريقيا والشرق الاوسط بمشاركه من ممثلين للجامعات الدوليه وخبراء الصناعه الوطنيه لمناقشه وعرض الموضوعات والمشروعات التي تخدم اغراض التنميه المستدامه ضم الفريق سته طلاب من الكليه مشتركين في ذلك الابتكار واشرف على اعمال الفريق المهندس طه شريف المدرس المساعد بقسم هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي بكليه الهندسه خلينا نروح لتفاصيل اكتر من دكتور طه شريف المشرف على فريق كليه الهندسه بجامعه المنوفيه صباح الخير على حضرتك يا دكتور واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر صباح الخير بحضرتك فندم وصباح الخير على مصر كلها الف مبروك يا دكتور الله يبارك في حضرتك وبنشكر حضراتكم على الاهتمام بنشاطات الباحثين والشباب في الجامعات المصريه وفي مجال التنميه المستدامه وحضرتك الايفنت عموما اول مره يتم في افريقيا والشرق الاوسط منظمه الجمعيه الامريكيه لمهندسي الميكانيكا واللي هي تعتبر اعرق المؤسسات العلميه في مجال الهندسه الميكانيكيه على مستوى العالم وحضرتك هي نظمته في مجال التنميه المستدامه ده حقيقي يمكن احنا شفنا التفاصيل دي يا دكتور في التقرير اللي اتعرض قبل المكالمه الخاصه بحضرتك دلوقتي لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى توضح لنا فكره العمل الجماعي اللي حدث في طلاب او اللي قام عليه طلاب كليه الهندسه بجامعه المنوفيه تحديدا ويعني ايه مركبه مسيره هو حضرتك مركبه مسيره معناها ان هي اوتوميتد او ان انا اقدر اتحكم بيها عن بعد او اقدر اتحكم بيها باستخدام الذكاء الصناعي نعم. او تقنيات الارتفيشال انتليجنس الحديثه هم. واقدر ان انا استخدم هنا تقنيات الميكاترونيك علشان اتحكم في اداء المركبه نفسها واعرف استهلاك الطاقه الخاص بها مع الوقت نعم. وده طبعا بيديني بيديني امتياز ان انا اقدر ان انا اتحكم في استهلاك الطاقه نفسه وفي الاداء بتاع الماكينه اللي بتاع نعم. المركبه وطبعا احنا بنشوف في يمكن في اوروبا حاليا المركبات المسيره اللي هي بالسيلف درايفين السيلف دريفن أوتوموتيف، تمام والاضافه هنا ان احنا بنضيف للمركبه دي استخدام احد مصادر الطاقه المستدامه وده طبعا من اهداف التنميه المستدامه اللي هي موضوع عالمي وحيوي بيمس العالم كله ظل تغير المناخ وطبعا هنا استخدام الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح في كمصدر للطاقه المستدامه بيعني الحفاظ على البيئه من ناحيتين ان انا بقدر ان انا احصل على مصدر طاقه مستدام يبقى طبعا الشمس موجوده يعني مصدر مستدام مصدر متجدد وطاقه الرياح مصدر متجدد وايضا هنا بيعني ان انا تاثيري على البيئه كمان بيكون شبه منعدم لان انا بستخدم طاقه خضراء يعني دكتور طه زي ما ذكرنا في المقدمه الفريق فاز بجائزه افضل تصميم لمركبه مسيره وايضا فاز كمان في بالمركز الثاني في المسابقه بشكل عام بعد ما قدمتم ابتكار مهم يستهدف تحسين اداء المركبات والروبوتس او الروبوتات المسيره اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه اه تمام لو تكلمنا عن هذا الابتكار يا فندم اه عن عن الابتكار يعني في آه في آه. ابتكار اخر يستهدف تحسين اداء المركبات والروبوت المسير ايه آه ايه آه. اللي حضرتك قدمته وايه اللي الفريق قدمه في هذه النقطه تحديدا اه ما هو حضرتك اللي الفريق قدمه هو اضافه يعني منظومه الميكاترونيات للمركبه ديت يعني تطوير المنظومات الميكاترونيك الخاصه بالمركبات ديت ودمجها مع احد مصادر الطاقه الشمسيه او احد مصادر الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح وده بيستهدف تحسين اداء المركبات ديت بصوره عامه واننا بعد كده نحصل على مركبات صديقه للبيئه. اها جيد. طيب عاوز اعرف من حضرتك دكتور يعني عدد الفريق اللي قدم في المسابقه وصل كام وازاي تم اختيارهم او انتقائهم او المعايير اللي على اساسها يعني قدرت حضرتك تكون بيهم التيم اللي شارك في هذه المسابقه هو عدد اللي اشتركوا معانا في الفريق كانوا ست ست اشخاص او ست ست اعضاء يعني تمام نعم. وهم من يعني مختلف المستويات في برنامج الميكاترونكس مم. وطبعا احنا بندرس لهم يعني خلال سنوات الدراسه في برنامج مدارس مجموعه من الكورسات الخاصه بالتصميم مم. وطبعا هم يعني بالتعاون معاهم يعني قدرنا ان احنا نوظف المعارف العلميه اللي هم اكتسبوها خلال الكورسات ديت لتطوير المركبه او لان نعمل انتجريشن ما بين المركبات ومصادر الطاقه الجديده والمتجدده. مم. مم. طيب يا فندم لو تكلمنا عن الفريق المشارك من الطلبة هل الفريق المشارك في المسابقة من نفس السنة الدراسية ولا من سنوات مختلفة؟ لا حضرتك من سنوات مختلفة هم من سنوات بي... سنوات مختلفة وده بيكون مستهدف بحيث ان يتم يعني ايه مشاركة الخبرات المختلفة ما بين ال هي بيتم اختيارهم على اساس ايه او على اي معايير؟ هو حضرتك بيتم اختيارهم على اساس ال... يعني الكفاءه والتحصيل الدراسي والمشاركه في المشروعات العملية اللي بتقيمها الكلية والبرنامج او القسم وقسم يعني تحت اشراف قسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي <applause> يعني في الحقيقة بنشكر حضرتك دكتور طه شريف المشرف على فريق كلية الهندسة بجامعة المنوفية الفائز في مسابقة الجامعة الأمريكية بمركبة مسيرة يعني في الحقيقة مجهود كبير وفكرة إن احنا نشوف شباب لسه بيدرس يعني بيعمل هذه الخطوة أو مقدم على هذه الخطوة فكرة الابتكار اعتقد هو دي لغة المستقبل وهو ده المستقبل اللي احنا رايحين له انه ان خلاص ما فيش أعمال روتينية كله هيبقى شغال بفكرة التكنولوجي وفكرة الكمبيوتر برايز وفكره كل حاجة الدماغ الشغل على طول كل حاجه عن بعض هلا <applause> اي من حي المشاهدين الثامنه صباحا ما موجز لاهم الانباء مع هاله الحملاوي تفضلي هنا شكرا جوانا الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول توت جولواك مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان للشؤون الامنيه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان جولواك سلم الرئيس السيسي رساله من الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بالاضافه الى استعراض تطورات الاوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الراميه لتسويه الازمه وخلال اللقاء تمت الاشاره الى خطوره التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الاصعده الإنسانية. الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة. شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العالمي والدورة الثانية لمؤتمر الموزعين بدولة الإمارات وشاركت التنسيقية في ورش وجلسات المؤتمرين الدوليين على مدار خمسة أيام في إمارة الشارقة بالإضافة إلى عدة ورش عمل أبرزها ورشة حول أهمية الصحة النفسية للأطفال والتي نظمتها مؤسسة فهم استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية. جنوب جنين وقالت شو... قال شهود عيان ان قوات كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت البلده وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واضافوا ان قوات الاحتلال استهدفت مركبه بوابل من الرصاص في احد شوارع البلده مما ادى الى استشهاد الشابين واصابه ثالث بجروح أعلن الجيش السوداني أن الموقف الميداني مستقر بكل ولايات البلاد عدا بعض مناطق العاصمة التي تتعرض لقصف عشوائي هذا واشتبكت قوات الجيش مع الدعم السريع أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون حيث تم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من قوات الدعم السريع ولهذا البقية بالفرار كما قامت قوات الجيش السوداني بتدمير شاحنة ذخيرة بالقرب من كوبري الملك نمر قررت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيه في المملكه العربيه السعوديه وذلك بعد اعلان الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيه في دمشق وذلك بعد اكثر من عقد على اغلاق سفارتها اثر اندلاع النزاع الدامي في سوريا واكدت الخارجيه السعوديه ان هذه الخطوه اخذت في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجيه الدول العربيه الاسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركه وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعه الدول العربيه <applause> قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان الاجتماع مع زعماء الجمهوريين بشان سقف الديون كان مثمرا واضاف بايدن انه سيواصل المناقشات مع الجمهوريين بهذا الشان مضيفا أن البيت الأبيض والموظفين التشريعيين سيجتمعون يوميا قبل اجتماع الجمعة مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأوضح بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام الأمريكي ليس خيارا واردا صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر دلوقتي أعتقد يعني الغالبية العظمى من بيوت المصريين كلها في حالة تأهب وحالة استعداد للامتحانات بكل المراحل العمرية يعني أو الفئات العمرية المختلفة أي طالب دلوقتي داخل على امتحانات هتلاقيه مشتت خايف أو الآن ومتوتر بعض الأحيان خايف من فكرة أن الامتحان يعني كمبدأ بشكل عام وخايف من فكرة النسيان فكره اللي انت تنسى اللي انت ذاكرته متوتر وهو بيذاكر وبيراجع كمان في ليله امتحاناته اعتقد ان دي حاجه يعني مش هنقول عرضيه هي ظاهره مرت على الكل ما فيش حد ما عداش بالمرحله دي دي حقيقه فعلا يمكن كمان بعض الطلاب اللي بيمتحنوا دلوقتي الحقيقه وداخلين على امتحانات هتلاقيهم دلوقتي بيفكروا وعندهم قلق أكتر كمان ما بيذاكروا علشان كده هنسأل إزاي الطالب يقدر يتجاوز المرحلة دي ما يوقفش عندها إيه الطريقة اللي الطلاب يقدروا يمشوا عليها عشان فترة الامتحانات تعدي بسلام وبدون خوف أو قلق أو توتر إزاي كمان أولياء الأمور يقدروا يتعاملوا مع هذه الفترة مع دكتورة لميس مكاوي الأخصائي النفسي وتعديل السلوك صباح الخير راح ذيكي دكتور منورانا أهلا وسهلا أهلا بيكي صباح الخير يا دكتور منور دكتور بنورني. الخوف قبل الامتحانات هل دي ظاهره يعني بالنسبه للاطباء النفسيين بتكون حاجه طبيعيه ظاهره طبيعيه جدا ولا هنا لابد من تدخل الطب ولازم اشوف سبب الخوف ده هو مبرر ولا غير مبرر هو بيخاف في المطلق ولا ما بيخافش في المطلق والعارض اللي موجود او الفاكتور اللي موجود هو فكره الامتحانات فقط يعني. صحيح صحيح هو الخوف عند كل بني ادم ده شعور طبيعي كلنا بنحس بالخوف في اوقات معينه فلو فضل الخوف ده في نطاق ان هو مرتبط بحاجه بسيطه وانا قادر اتفاعل مع حياتي اليوميه بروح واجي مش معطلني فده خوف طبيعي بنمر بيه كلنا لكن لو الخوف ده زاد عن حده لدرجه انه عطلني عن اداء مهمه معينه مش عارف اروح الامتحان مش قادر انام مش قادر اعمل الوظيفه المطلوبه مني ده يبقى خوف مرضي ومحتاج تدخل الطبيب النفسي مم. بس للاسف احنا كتير قوي من مشكله الخوف عند الاطفال بيبقى الاهل احنا السبب فيها مم. يعني احنا دايما بنقول الاسباب دايما نقسمها نصين نصر الناس بزياده اه نص احنا الاهل مسؤولين عنه ونص الطفل مسؤول عنه الاهل طبعا عندنا السبب الاساسي في مصر يمكن بالذات يعني احنا دايما رابطين عمليه التعليم بالصوره الاجتماعيه يعني مم. دايما رابطين ان انت هتبقى متفوق في المدرسه فكل الناس هتحبك وهتشوفك شاطر وناجح وتبقى اميننت وظاهر رغم ان ده مش حقيقي احنا دايما بنعلم الاهل يعلموا ولادهم ان التعليم ده جزء خط من الحياه في حاجات تانية كتير قوي موجوده في حياتنا لكن احنا عندنا شويه ربط مجتمعي بين قصه التعليم والتفوق في التعليم وبين ان ازاي الناس هتشوفك في المجتمع دي اول مشكله بتواجهنا طبعا المشكله الثانيه ان احنا عندنا جزء من العقاب النفسي مرتبط بالتعليم يعني لو ما قدر ما عرفتوش كويس وجبتوا نمر هنقضي بقى صيف كله وحش ومش هنصيف ومش <applause> 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 هنشوف ايام صعبه جدا فربط العقاب عند الطفل بالامتحان بيخليه يتوتر ويخاف من الامتحان خصوصا ان مركز التعلم والذاكره عند الطفل موجود في الفص الجبهي الاولاني ده والمركز ده احنا لما بنتعرض لاي خوف شديد بالذات الاطفال الكورتيزون بيعلى عندنا م. لما الكورتيزون بيعلى بيروح على الفص الجبهي ده ويغلوش عليه يوتره فنلاقي نفسنا ناسيين اللي احنا اتعلمناه صحيح مش قادرين حتى نتذكر المعلومه الاساسيه فيبتدي الطفل يخاف زياده لانه عارف انه مذاكر الجزء ده لكن مش قادر يستدعيه ويسترجعه مم. فده برضو سبب تاني مهم قوي قصه التوتر والخوف المرضي الحاجه الثالثه اللي فيها مشكله عندنا كاهل المقارنه لما يبقى في اثنين اه. لما يبقى في اثنين يا دي سلام لو ولاد عم او ولاد خال او جيران او اشمعنا فلان بيجيب اكتر منك هو عنده عين احسن منك هو بيشوف اكتر منك هو المبدا المقارنه ده مرفوض تماما حتى بين الاخوات في نفس البيت اخوك لما كان في نفس المستوى التعليمي المستوى ده او في السنه دي كان جاب درجات كذا مبدا المقارنه ده مبدا مرفوض كل واحد فينا كل طفل في حاجه بتميزه في حاجه هو متميز وشاطر فيها الام الشاطره هي اللي تقدر تعرف ابني متميز في ولو حطت ايدها هي متميز في ايه هتقدر على طول يعني تبدا معاه في الحته المتميز فيها وتخلي ثقته بنفسه بتزيد فدي اكبر ثلاث مشاكل بتواجهنا كاهل في بقى مشاكل بتواجه الطفل نفسه <applause> ثقته بنفسه لما تكون قليله الطفل لو ما عندوش ثقه بنفسه كويسه او عارف ان هو ان شاء الله اللي هو ذاكره ده هيعرف يحله هيخش الامتحان يحس ان هو ده حاجه جديده بالنسبه لي وتوتر وقلق شديد صحيح. وكل الناس قاعده بصاريفه قله الثقه دي ممكن كتير قوي يكون مش عارف يصدق المعلومه مش عشان هو مش عارفها لكن عشان هو خايف او مش قادر يركز كفايه او مش واثق في نفسه ان المعلومه اللي عنده صح بالظبط كده بالظبط الحاجه الثانيه قله إلت التدريب الطفل على الامتحان احنا في اولاد بتتحط في الموقف ده فجاه يلاقي فيه مراقبين وفي ورقه بتتوزع لو هو مش متدرب نفسيا على ده لو ماما مش مفهماه في البيت لو ما عادش يحل على فكره احنا في غلطه بنعملها كبيره قوي ان احنا عايزين الامتحان يبقى في الهدوء في البيت ما يعمل صوت اخوك بيذاكر قفل <applause> التلفزيون اخوك بيذاكر ما هي... ليه هو في اللجنه احنا عشان نمنع البشر تتكلم، في اللي عايز يروح الحمام وفي المراقب اللي بيزعق وفي حد في الكوريدور، فتدريب الطفل انه يحل في وقت تحت ضغط او تحت, تحت تحت صوت وتحت وجود مؤثرات خارجيه بالعكس ده ده احسن من ان انا افضل مهيئ له جو مثالي هو مش هيلاقيه في الامتحان. فده كمان بتبقى نقطه مهمه قوي نديله اصعب علشان لما يدخل يلاقي الموضوع بالظبط هو لما هيتعود ان هو لان احنا بعد فتره مخنا بيتعود يكنسل الصوت ده ما يسمعوش يعني انت و... حضرتك وانت سايق مثلا عربيتك ما تسمعش صوت التكييف بت... صحيح. في اسواق كده بتتكنسل لوحدها خلاص احنا ما بنقدرش نستدعيها لكن لما بكون انا متعود ان انا بذاكر في جو لو رميت اي حاجه هسمعها كل ده هياثر على تركيزي جدا في وقت الامتحان ويشتتني وحسسني ان انا خايف ومتوتر وقلقان وعلي ضغط زياده طبعا في اولاد بيبقى عندهم مشكله نقص تركيز دي بقى م. مشكله طبيه يعني ليها علاج لكن في 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 الاعم بتبقى دايما دي المشاكل اللي بتبقى بتواجه ولادنا دايما في الامتحان طيب دكتور خليني ارجع معاكي بقى من البدايه خالص يعني مش هتكلم حتى على طلاب ثانويه عامه لا هنرجع من البدايه خالص اعتقد انه حل نص المشكله دي ان احنا نعود الطفل من هو صغير ان هو عنده مسؤوليه صحيح مسؤوليته ان هو يذاكر عشان ينجح او على الاقل مسؤوليته ان هو يذاكر او يعرف حتى ان هو عليه واجب او فرض دلوقتي دي مسؤوليته هو صحيح فبالتالي هو بيلاقي الطريقه الانسب لي ان هو يذاكر بيها يعني في ناس بتحب تذاكر مع ميوزك او مزيكا في ناس بتحب تذاكر وهي بتكتب في ناس بتذاكر وهي بترا... يعني ايا كانت الطريقه اللي هو بالزبط. يلاقيها لنفسه بالظبط ازاي اقدر انا كأم آآ انمي آآ المسؤوليه دي عند الطفل احسسه ان دي مسؤوليتك انت انا مش هراقبك انت عارف مذاكرتك انت عارف اللي عليك عارف الهوم بتاعك عارف امتحانك امتى عارف ده كله ازاي ممكن اعمله ده بقى بيبدا من قبل المدرسه لما انا بعلم ابني من هو عنده سنتين لما تاكل هتشيل الكوبايه بتاعتك وتوديها مكانها لما تشي... هتاكل هتشيل الطبق بتاعك حتى لو احنا كلنا موجودين على السفره كل واحد مسؤول انه يدخل الطبق بتاعه م. لما هتدخل لما تيجي من بره هتعلق حت... هدومك حتى لو كان بيعلقها بطريقه اي كلام م. بس هي دي قصه المسؤوليه ان هو يبقى عارف ان عليه مسؤوليات المفروض يعملها ودايما الثواب والعقاب على الرحله مش على النتيجه يعني احنا دايما دي برضه تبقى مشكله عندنا، احنا هنذاكر وهنعمل العينه فانت شاطر، فانا هكافئك عشان انت عملت اللي عليك، عشان انت عملت المسؤوليه اللي عليك، مش هنستنى لغايه لما نتيجه الشهر تطلع واشوفك جبت كام في يعني الامتحان. حضرتك عاوزاني اقيم اه انت قمت بدورك ولا لا؟ آه ماليش دعوه بالنتيجه هو يعني. ده اللي عليه المكافاه، هو ده اللي عليه ثواب والعقاب، مش الدرجه اللي موجوده في الامتحان، لان الدرجه دي ممكن ابني يسخن الصبح يقول ما رغم أنه هو كان بقاله شهر بيذاكر وياما كلنا شفنا نماذج في الثانويه العامه ممكن نبقى عارفين كويس قوي انها ممكن تكون تجيب درجات احسن صحيح. من كده بكتير لكن اتعرض لضغط يوم الامتحان لمشكله صحيه لوعكه لازمه لازمه نفسيه حد توفى قريب منه جد جدا لحاسة ف... فاحنا دايما بنربط الثواب والعقاب بالنتيجه لا هو الثواب والعقاب بالمشوار اللي احنا مشيناه م. مع بعض فطول ما طول ما انا عامل اللي عليا طول ما انا قادر احقق المسؤوليه اللي عليا برجع من المدرسه عارف واجباتي بقعد احل حتى لو حليت غلط مش مهم بس المهم ان انا فتحت الشنطه طلعت الواجب وحليت عرفت ان انا علي حاجه المفروض اعملها وده بيحتاج مونيتورنج او او ان انا ابقى مراقب الطفل طول الوقت يعني مش براقبه ان انا مضايقة ولكن دايما افكره ان انت ايه المسؤوليه اللي عليك طب انت عملت ده ولا لا بالمسؤوليه اللي عليا انا ان هو يجي يساعدني في حاجتي كتير قوي في حاجات الشوبينج في السوبر ماركت طبعا مثلا يعني ابسط مثال نقول للام ايه اشركي معاكي وانت نازله عايزه تعالى نشوف احنا ايه اللي ناقص في البيت نعلم اولادنا يعملوا تشيك ليست كده طب ايه اللي ناقصنا واحد 2 ثلاثة أربعة خمسة طب ما نروح بقى سوبر ماركت طب يلا نعلم مع بعض هتلاقيه بيجري بسرعة يبص في الورقة ويجري يجيب الناقص ويجي ليه؟ لأن هو حاسس إن عليه مسؤولية فكل ما الطفل اتعود من سن صغير أو سن سنتين الكوباية بتاعتك هتوديها المطبخ الطبق اللي أكلت فيه هترجعه مكانه خلاص هيبقى هو متعود إن دي عملية مستمرة موجودة وزي ما قلنا كده التعليم جزء من حياتنا ما ينفعش يبقى كل حياتنا قايمه على ان احنا بنفكر بس احنا هنجيب نمر كام وهندخل ايه وما تنزلش مشكله في مجتمعاتنا الشرقيه تحديدا الاعتماديه دايما الطفل يخلص اكل الام هي اللي تشيل الطبق، دايما الام هي اللي ترتب كل حاجه متعلقه شنطه المدرسه الام هي اللي توضبها الاب اللي... يعني... أسطل... يعني الاب يعني بيساعد برضه في حاجات تانية بس يعني اقصد انه دايما فكره انه الطفل في حد بيعمل له الحاجه في لازم حد ولو مش الام يبقى الاخت يعني لازم يكون في حد بيعمل حاجه ما هو ده اللي بيخليهم بعد كده مش عارفين ياخدوا قرار ولا اختيار حد يجي في الثانويه العامه يقول لك انا مش عارف اختار اشتغل ايه ليه؟ لان هو ما كانش احنا طمسنا هويته او شخصيته لكن الطفل لو من بدري احنا اديناله الفرصة يعبر عن نفسه احنا على فكره في حاجات كتير قوي يعني يبقاش الشخص بيقاد بالظبط فكره انت عملت اللي عليك أكفك وكم من يعني عظماء فشلوا صحيح في فكره اللي انا ارسخ في طبعاً. او في عقله لا جرب مره واثنين وثلاثه وطول ما بتعمل اللي عليك اكيد ربنا هيجازيك خير وهيكافئك وهتحقق اللي انت حتى عايزه الام والاب دول بداوا ده من سن صغير جدا بكتر. لا والله مش صعب يعني انا حاسس ان احنا كده بنتكلم في المدينه الفاضله لا ابدا ك ابدا كمنتاليتي او ك كعقليه على فكرة الاب الـ 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 والام الـ 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 المصريين لا احنا ما بنعملش هقول كده لحضرتك حاجه العمليه التعليميه والتغيير اللي حصل في المناهج المصريه في الفتره اللي فاتت نم عند الامهات اكتر من الاطفال فكره ان هم بيعتمدوا على حاجات عمليه يعني احنا زمان كنا بنذاكر ويجي الامتحان اسئله ولازم نجاوب عليها دلوقتي في النظام الجديد لا هما بيعملوا بروجكس بيعملوا مشاريع مم. بيعملوا حاجات بقت تخليهم مش بس قصه الحفظ قصه الم... ودي محتاجه مشاركه على فكره يعني محتاجه حتى مشاركه الام لان احنا قبل كده ما كانش ده ما كانش ده النظام التعليم السائد لما حتى التابلت والجزء بتاع التكنولوجيا ما كانش ده خلى الاثنين يبقوا مشتركين عشان في امتحانات اوبن بوك بالزبط. يعني حاجات بتعتمد اكتر على التفكير اعتقد كمان بجانب تغيير المناهج يا دكتور فكره الروتين يعني ان انا اثبت روتين تالي للطفل برده صح ولا لا هو الطفل بيبقى محتاج سيستم ماشي عليه وعارفه يعني عارف ان في تعليم في رياضه في جزء اجتماعي لان خلي بالك احنا بعد السوشيال ميديا الجزء الاجتماعي في حياتنا قل كتير قوي مبقاش موجود بيت العيله ولمه العيله والشكل الفورمال الاجتماعي اللي احنا كنا مثلا جيلي انا يعني ببايني كبيره كنت متربيه عليه ده ما بقاش موجود زي دلوقتي لان الناس بتكتفي انها انا هشوفك ليه ما انا بقى الكاميرا وبنشوف بعض نعمل لايك لبعض وخلاص بالظبط بنعمل كومنت ما بقاش ف... فده لما احنا بنعود ولادنا من بدري ان في ثلاث خطوط في الحياه في تعليم في رياضه في اجتماعيات ويبقوا ماشيين في الثلاثه ونكافئهم ونعاقبهم على الثلاثه يعني الرياضه مش لازم يكون متميز في الرياضه وبطل لكن لازم يكون بيمارس الرياضه لازم يكون بيلعب لازم يكون بينزل وعلى فكره ده وقت الامتحانات ودي غلطه كبيره قوي بتعملها الامهات انها توقف التمرين وقت الامتحان غلط التمرين ده مصدر من مصادر السعاده الرياضه كلها بتزود السعاده عطلو. وكمان مش هتعطله بالعكس دي هتفصل تركيزه عن الجامد ده وتخليه يروح ويرجع يبقى عنده حماس انه يقعد يذاكر تاني م. مش العكس احنا دايما نفكر ان احنا وقت الامتحان ده احنا عاملين كامب معسكر قافلين علينا وفي اصوات انفجارات جوه البيت لان احنا وقفنا الحياه كلها عشان الامتحان لا ده مش صح الطفل على فكره لازم ياخد بريك وحتى في المذاكره دايما نقول الام لو عندك 50 صفحه تعيش تذاكري مع 20 صفحه ذاكري مع 10 صفحات وخدوا بريك انتنين هم ستريتشات يقوم يشرب ويجي ياكل حاجة ويرجع، يقوم يصلي، يقوم حتى يبص من الشباك، يعني الفكرة دي تقسيم المادة لاجزاء صغيرة بتفضل محافظة على التركيز أكتر من أنا أحاول أقعد أذاكر ساعتين، ده مش هينفع أبدا مع الطفل الصغير. طيب، دكتور يمكن في بعض الناس زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي فكرة المعسكر اللي بيتعمل ما قبل الامتحانات. أيوه بقلب يومي وبسهر لحد الفجر علشان خاطر أذاكر. أيوه ووقت الامتحان ما بيبقاش هو نفس وقت مذاكرتي الطبيعية. فالخلل هنا فين؟ هل حضرتك مع فكره اللي انا ازود الساعات او اللي انا انام طول اليوم في الصباح وابتدي ان انا اسهر بالليل علشان خاطر اكون فيه هدوء اكتر ويكون فيه حاله من حالات الاسترخاء اللي موجوده أيوة. وانا بذاكر ولا شايفه ان انا لازم ان انا اذاكر في وقت الامتحانات؟ لان يعني في ناس كانت بتوصي ان انا اذاكر في وقت الامتحانات. ده اهم سؤال ويمكن اكتر سؤال لكن يعني ده انا متشكره جدا حيث سالتني السؤال ده النوم طول ما كان منتظم زي عمليه انتظام النوم طول السنه طول ما المخ يقدر يحافظ على تركيزه كويس جدا لان احنا لينا ساعه بيولوجيه كورتيزون بيعلى الصبح وبعد كده بيبتدي يقل على مدار اليوم طول ما انا نمت في الاوقات اللي انا بنام فيها العادي كل ما كان تركيزي كان احسن لكن للاسف شقلبه اليوم دي بتاعت ان احنا بالذات مع المراهقين بقى والكبار اللي اكبر منهم الاطفال برضو بقى فيه الى حد ما نوع من الاحراج لكن ال... لا دي فكره غلط جدا 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 اولا وهتيجي بقى يوم الامتحان يا الا انت مش عارف تفوق وتركز في الامتحان يا الا انت مضطر انك تنام في ميعاد انت ما تنام فيه فمش عارف تنام لكن هو الصح ان احنا نثبت مواعيد نومنا ايا كان هو ايه هو في ميعاد ثابت للنوم ست ساعات باخدهم كاملين بنام فيهم هو ده احسن وفي حاجه بقى اسمها الذاكره البصريه قبل النوم الحاجه الصعبه ودي بنعلمها دايما تكنيكس بنقوله كده تيبس اند تريكس للامهات يعني الحاجه الصعبه لابنك مش عارف يذاكرها كويس خليه يقراها بعينيه قبل النوم على طول وهو على السرير ده أول اصلا ما إن... بيبقاش فيه تركيز قبل النوم اه ده, ده ده اللي احنا دايما عارفينه نقرا بعينينا بس احنا مش عايزين نذاكره ولا نسترجعه ولا حتى نقرا تعالي مجرد ذاكره بصريه بالعين لما انت بتقفل الكتاب وتخش انت تنام مخك بيفضل يسترجع الذاكره دي طول الليل الذاكره البصريه من اكتر الحاجات المهمه عند الاطفال لما يبقى حاجه صعبه نعملها في صوره دايجرام نعملها بشكل كده وعينه تبص عليها هيستدعيها اسهل كتير قوي من ان هو يفتكر شكل السطور م. يعني اسهل يفتكر رسمه عشان كده حتى في الملخصات في الناس اللي بتعمل تلخيص في الثانويه العامه او في الـ في الـ في الشهادات اليوم دايما يعملوا دايجرامز او ليه لانها الذاكره البصريه هنا بتسعف قوي الذاكره العاديه انها بيقسم الحاجه فبيبقى حتى اسهل عليه ان هو بالزبط. يفتكرها بالزبط. طيب لو حد دلوقتي بيسمعنا ويقول طيب انا ما اتعاملتش بالطريقه دي مع اولادي من هم صغيرين وما عملتش كده هل الوقت اتاخر ان انا اعود ولادي لو مراهقين وقت التين ايجينج وقت ثانوية عامة أو الوقت ده السن ده هل اتأخر ولا ممكن يبتدي يعلمه ده دلوقتي؟ لا عمر ما كان الوقت متأخر دايما في وقت ودايما ممكن نلحق بس على حسب العمر بتاع الطفل الطفل الصغير بيبقى سهل يخش جوه السيستم تاني بسهولة الطفل المراهق أو الأكبر محتاج أتكلم معه واشرح له إحنا ليه بنعمل ده يعني احنا ليه بنفكر في السيستم ده عشان واحد واثنين وثلاثه واربعه واشاركه احنا دايما لما بنقول بالذات في المراهقين لما عايزينهم ييجوا من ناحيه بعيده عن ناحيتنا لازم انا اروح له الاول في المكان بتاعه في الجزء بتاعه في العالم بتاعه اللي هو مرتبط بيه لان هو فتره المراهقه هم اصحابه اكتر ناس هو مقتنع بيهم مقتنع ان هم صح في الحياه وهما دول اكتر ناس هو متاثر بيهم فلازم انا اروح الناحيه دي اسمع المزيكا بتاعته شويه اشاركه في التيك توكس اللي بيتفرج عليها مفيش مشكله في الـ في, الـ في الاهتمامات اللي عنده عشان اعرف اجذبه بعد كده إن هو يجي للجزء بتاعي، مم. هو هيجي على مضض في الأول عشان بس يرضيني يعني، لكن بعد كده لما بيحس إن المشاركة دي موجودة بتبقى الدنيا أسهل كتير. طيب فكرة التوتر اللي حضرتك بتقولي عليه هو بينعكس أحيانًا أو بيخرج من الأب أو الأم للطفل مش طبعا. العكس. رغم ان اللي هيمتحن هو الطفل فعلا. فدايما خلينا نقول بالبلدي كده بنلاقي ان الام قاعده فوق دماغ الولد وذاكر أيوة. وانت ما بتذاكرش الولد عاوز ياخد بريك لا انت لحقت انت لسه حصلت حاجه عشان تاخد بريك صحيح. ففكره الاشكاليه دي ازاي نفضها طيب هو الاشكاليه دي نفضها بقصه المسؤوليه من الاول ان احنا علمنا الطفل ان هو عارف اللي عليه ال السوبرفيجن الزياده ال ال عن اللزوم ده او الام المتسلطه في بزيارة. اه في المذاكره زي اللزوم على فكره دي هتفقد علاقتها بطفلها تماما لان المناوشات دي هتوصل في الاخر ان هو اما يقعد قدام الكتاب ويبقى سرحان في اي حاجه بس هو قاعد عشان في عنصر زمن بيعد عليه عداد فقعدنا ساعه فابقى قعدت بس هي هتيجي تتفاجئ بعد الساعه دي ان هو ما ذاكرش اي حاجه <applause> او مش عارف فتبتدي المعركه تزيد لان انت كمان قعدت وما بتحصلش شيء لا فهو السيطره الزياده في المذاكره دي غير مطلوبه الحقيقه انا انا اشوف ان الاطفال من اول سن عشر سنين لازم يعتمدوا على نفسهم وتبقى الام بتساعدهم في الاجزاء الصعبه بس لكن لازم الطفل يتعود انه يذاكر لوحده لان اللي انت بتذاكر له ده هتلاقي نفسك لغايه عامة انت مضطر تذاكر له برده وتخش معاه في السيستم وتخش معاه في المشاكل دي فندي ولادنا جزء يعتمدوا فيه على نفسهم نبدا مذاكره بالجزء الاسهل دايما يعني ما نذاكر اصعب ماده نبدا بيها اليوم <متحدث> ويبقى اليوم كله قفل خناق من اوله لا نبدا بالماده اللي انا عارف ان هو متميز فيها او شاطر فيها نبدا فيها جزء صغير الله اشجعه ياخد ثقه في نفسه ده انت هايل ده انت ممتاز طب ده شايف بقى طب تعالى بقى نفتح الصعب انت اكيد هيبقى عندك نفس المستوى الكويس ده انت اكيد هتبقى شاطر صحيح. طب يلا اعمل لك مشروب كذا علشان ده بيساعد على الطاقه والتركيز انت بطل امدحه بدل ما اكلم اشتكي اشتكيلها ان عيني وما بيذاكرش وتعبني الله يا ماما شفتي ده قعد لوحده وذاكر وحل كويس جدا احنا بقى عندنا جزء كمان صعب هنكلمك بعدها نقول لك ان هو كان شاطر، م. دايما التشجيع والتحفيز بيحسن قوي القدرات الذهنيه للاطفال، وبعدين لازم اسلم ان ده يعني قدرات ابني ايه وابقى عارفاها ومستسلمه لو حتى التعليم هو بيجيب فيه درجات معينه طب ممكن يكون متميز في الرياضه، صحيح. ممكن متميز في الطهي، انا ابني متميز جدا في المطبخ رغم انه ولد. وانا بشجعه جدا ان يكون شاف <applause> يعني مش لازم تبقى الفكره التقليديه بتاعت ان مامته دكتوره فلازم يبقى دكتور او مهندس او احنا عندنا تفكير الكليات القمه يعني احنا عندنا طبعاً. مشكله في بس الجيل الجديد يعني لا <applause> الجيل الجديد بس الاهالي الاهالي طبعا بيحاولوا أكثر. يتمسكوا يعني بال بالظبط يعني حتى المشكله ان هي ما بقتش كده كمان يعني حتى ان كليات القمه داخل فيها جزء متعلق بالتكنولوجي يعني سوق العمل نفسه طبعاً. اتغير طيب احيانا احنا بنتكلم على الصلابه النفسيه لكل شخص بتختلف صحيح في اطفال او مراهقين في شخصيات بتبقى هي بتتوتر هي متوتره يعني هو بيكون عامل اللي عليها الـ الـ الاسره او الاهل موفرين كل العوامل النفسيه اللي تساعدهم بس هم بيتوتروا هم شخصيتهم كده التعامل معهم يكون ازاي؟ التوتر ده شيء معدي لازم بدايته غالبا مش هتبقى عند الطفل، الطفل ما بيخافش وعشان كده الاطفال الصغيره بتلاقيهم بيجروا على الشارع على القطط اللي في الشارع او الحيوانات يمسكوهم ليه لان هو الخوف ده ما بيجيلوش في الاول هو مم. بيشوف الخوف ده في عينينا احنا فلما ماما تقول له حسب القطه دي ممكن تعورك تخربشك يبتدي يخاف لكن انت لو لاحظتي اي طفل صغير هتلاقيه بيجري ويندفع بسهوله جدا من غير ما حاجه توقفه لكن هو غالبا التوتر ده بيبقى عندنا واحنا نقنعهم لو من الاول عرف ان الامتحان ده حاجه عاديه جدا على فكره وانت احنا طول السنه بنعمل العينه والامتحان ده مجرد كويس زي اللي كان بيحصل طول الشهور هيعدي الامتحان بسيط وجميل طبعا في نسبه من الاطفال عندهم توتر مرضي مش هنقدر ننكر ان في ناس بقى بترجع وبتخاف جدا وبيبقى متعرفش تنام لان هي عندها نسبه التوتر عليه دول هطمنهم زياده هخلي عوامل ال ال الطمانينه اكتر هحضنه واطمنه واقول له ان لازم تبقى واثق ان انت وبالعكس ده انا اقول له وما أشوفش الدرجه خالص يعني لما ابني يجي لي بي... مش عايز اعرف انت جبت كام انا عارفه ان انت شاطر انا عارفه إن... نمي بس عنده ثقته في نفسه عايز ثقته في نفسه اه هتعدي الامور لكن هو دايما التوتر بيبقى مرضي هو شايف البيت كله متوتر ومستني او سامع لان احنا برضو بنقعد نتكلم في امالنا واحلامنا في البيت هيطلع ايه فبتدي يحس ان التارجت اللي مطلوب منه ممكن يكون صعب كبير عليه اه مم. فبتدي يبقى شايل هم على فكره ولاد كتير قوي دي تيجي العياده تقول لي ايه انا مش خايف من الامتحان انا خايف ماما هتعمل ايه بعد الامتحان هو خايف من توتر وزعل ماما بعد الامتحان او شايل هم زعلها لانه عارف انها هتتنكد وهتزعل مش هيبقى في مصيف وصيف كله هيبقى وحش هو بيبقى شايل هم زعل ماما بعد الامتحان لكن هو لو عليه هو مش فارق مع الامتحان قوي يعني على اي حال احنا بنتمنى طبعا التوفيق لكل الطلبه والطالبات والامتحان آم... زي ما كنا بنتكلم كده طبعا مش هنستهين بالامتحانات ولكن هنحضر لها كويس هنعمل اللي علينا وبعد كده ان شاء الله يعني ربنا هيكرمنا اهم حاجه نكون مستعدين نفس... نفسيا للامتحان عاملين حسابنا ان احنا مذاكرين حتى اللي حاسس انه فاتوا حاجه يقدر يراجعها بالراحه وبهدوء وان شاء الله اكيد ربنا هيكرمكم كلكم طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره لميس مكاوي الاخصائي النفسي وتعديل السلوك نورتينا في برنامجك شكرا جزيلا انا يعني بنشكرك يا دكتور وزي ما بيتقال كده دايما الجزاء من جنس العمل مش الوصول للهدف عشان كده يعني يمكن اللي احنا طلعنا بيه من الفقره دي لازم ان احنا لما نيجي نكافئ اولادنا نكافئهم على يعني هم سعوا وعملوا اللي عليهم ولا لا مش حققوا الهدف في حد ذاته ولا لا لان طول ما احنا عايشين هنحاول مره واثنين وثلاثه مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع لكن فقرات صباح الخير يا مصر لسه متواصله معاكم حتى العاشره صباحا انتظرونا لسه كلامنا عن رياضه مخلص ومبارح وامبارح تشامبيونز ليج شفنا قمه ناريه اتلعبت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجه واحد واحد في المباراه اللي جمعت بينهم على ملعب سانتياغو برنامجيو ضمن ذهاب نصف نائي دوري ابطال اوروبا ده حياة أنا يمكن النتيجة التعادل ده هتخلي ان حسم يعني بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بتأجيل لمباراة العودة في إنجلترا تفاصيل أكتر عن مباراة امبارح ومباراة الذهاب وأيضا مباراة الإياب والمتوقع فيها وكمان مباراة اليوم ما بين النجمين الكبيرين آي ميلان أو إي سي ميلان وإنتر ميلان الإيطالي هنعرفها من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو كريم سعيد الناقل الرياضي صباح الخير كريم صباح الخير لحضراتكم وصباح الخير لكل المشاهدين ماتش كان قوي جدا بارح اه طبعا امبارح بتكلم عن مانشستر سيتي وريال مدريد وشفت بقى يعني مباراه ما بين كارل انشيلوتي وبيب جوارديولا ويعني باتش كان قوي جدا تعادل دقيقة 36 بعدها على طول كيفن دي بروين يعني شفت كده المباراة ازاي واجواء المباراة ازاي امبارح؟ طبعا اللي اتفرج على ماتش امبارح اكيد اتفاجئ بالاسلوب اللي لعب بيه ريال مدريد على ارضه ريال مدريد على عكس المتوقع يعني لا. لعب بشكل دفاعي بحت ساب الكورة تقريبا للسيتي تقريبا بنتكلم تقريبا يعني الاستحواذ اول 20 دقيقه بنتكلم 80 20 او ممكن 90 10 الموضوع كان غريب جدا م. ريال مدريد طبعا واضح ان انشيلوتي كان عارف ان هو مش هيقدر يجاري اسلوب لعب جوارديولا في موضوع الاستحواذ وان هو حقيقة. يلعب كمان ضغط عالي امر صعب جدا ويسيب يسيب مساحات لهالاند ربما تكون طريقه ريال مدريد نجحت تماما في ان هالاند يكون اوت اوف جيم او بره المباراه وده بيدل على الارقام أرقام هالاند امبارح كانت أكثر من سيئة. بنتكلم إن هالاند خلال 90 دقيقة لمس الكورة 21 مرة. لمس الكورة يعني هو أصلا كل يعني هو جه المشوار ده يعني. كله جه المشوار ده كله عشان يلمس الكورة 21 مرة. شاط كورتين شاط كورتين على المرمى. واحدة خارج المرمى وواحدة حصل لها بلوك. يعني <applause> أصلا مفيش كورة راحت للمرمى فعليا. تمريرات حاسمة في التلت الأخير من الملعب صفر عرضيات صفر فرص محققة على المرمى صفر فالأرقام طبعا بتؤكد ربما كان هالاند هو رغم طبعا يعني الموسم الاستثنائي اللي هو مقدمه ولكن ربما كان من الافضل ان جوارديولا يلعب بمهاجم وهمي وما يلعبش بمهاجم صريح لان اعتقد كارلو انشيلوتي قدر ان هو يحجم هالاند وربما يكون الاسلوب ده هو اللي خلى طبعا كيفن دي بروينا هو اللي يظهر كالبطل المغوار للسيتي ويقدر ان هو يحقق هدف التعادل وبالفعل هو كان يستحق نجم الماتش. طب ده لو بنتكلم على هالاند ويمكن شفنا فريق بالكامل بيخدم عليه أي. في حين ان صلاح مش ده اللي بيحصل معاه بالمثل لو بنتكلم على الدوري الانجليزي لا. هل هيكون هو هداف الدوري الانجليزي يعني اعتقد مقارنه طبعا يعني بعيده لان طبعا المنظومه بتاعه السيتي ال ال مختلفه تماما عن منظومه ليفربول مع يورجن كلوب وحتى دور محمد صلاح مختلف تماما عن دور هالاند هالند طبعا في الدوري بنتكلم فعلا حاجه ارقام استثنائيه واعتقد هالاند خلال السنوات الجايه كل الارقام اللي اتحققت في كره القدم هو قادر على كسرها احنا بنتكلم فعلا على, على 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 وحش في منطقه الجزاء لكن ربما بقول ربما الاسلوب اللي امبارح عمله كارل انشيلوتي في التعامل مع هالاند خصوصا في حته ان هو يعني في المربع اللي بعيد عن الاطراف ان هالاند كلاعب طويل ما بيطرفش كتير على الجناحات عشان يستلم الكوره اتقفلت تماما باتنين مساكين واتنين حافظ في اندرات قدامه ففعلا خنقوه اتخنق تماما واتعزل عن كيفن دي بروين كيفن دي بروين كل بيبص له عشان يمرر له مش عارف يمرر له فبالتالي بيلجا ليه اخرى ربما انديه كثيرة بعد كده لما هتلاعب السيتي ربما تقتبس هذا الاسلوب من الرياضه وطبعا نحتاج التاكيد في ماتش الاتحاد الاسبوع الجاي يعني صحيح. محتاجين طبعا نشوف هل الاسلوب ده جوارديولا نفسه هي هي اه هيكسروا ولا لا, لا لان اكيد انشلوتي برده في وجهه نظري هيروح لان احنا عارفين ان قاعده الهدف بهدفين خارج الارض في اوروبا اتلغت وبالتالي خلاص انت بتلعب مباراه كانك بالظبط المباراه دي بتلعب صفر الماتش الجاي هيتلعب كانه صفر صفر فيعني لكن الحديث عن مقارنه ما بين الشكلين او اسلوب لعب محمد صلاح واسلوب لعب هالاند اعتقد بعيده شويه طيب هنرجع تاني لمان سيتي ريال مدريد، ريال مدريد يعني خلاص تأهل المربع الذهبي واحنا بنتكلم دلوقتي على مان سيتي يعني اتأهل للنص النهائي. لا. مين اقرب لحسب التأهل واحنا شايفين التاكتكس والستراتيجيز يعني شايف انه احنا بنتكلم الفريقين اقوياء وكل فريق ليه جيش وليه فيه اسامي قويه يعني احنا بنتكلم على هالاند اه آت اتخنق بس هالاند ارقامه برده يعني مرعبه يعني غالبا 51 جون في ستة 46 مباراه يعني نا. رقم كبير جدا شايف مين اقرب طبعا ماتش العوده الاسبوع الجاي اعتقد طبعاً يعني هيبقى له عوامل اخرى غير الماتش الذهاب اعتقد في وجهه نظري عند السيتي عند جوارديولا يعني جوارديولا طبعا هيشوف ان هو امبارح ربما اه نجح في الحصول على استحواذ الكوره طبعا نتكلم ما فيش ماتش اعتقد للسيتي مع جوارديولا من ساعه ما تولى تدريبه من حوالي خمس سنوات او ست سنوات خسر الاستحواذ في اي مباراه لكن في مباريات خصوصا في دوري ابطال اوروبا جوارديولا عقدته دايما ان هو في دوري الابطال ما بيقدرش يعني يمسك الكاس الا مع برشلونه صح. يعني واضح ان هي ازمه والازمه دي حتى ايفن لما وصل للفاينل قدام تشيلسي وبرده قدر كاملة المباراة كامله مباراه كامله في اتجاه السيتي تشيلسي قدر بي يعني بالهجمات المرتده ان هو يخطف الانتصار طيب انا في وجهه نظري ان جوارديولا هيحاول ان هو يتعلم من اول 20 دقيقه في ماتش امبارح اللي اتفرج على المباراه اول 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 20 دقيقه كل قاعد بيتفرج على الماتش مستني هدف للسيتي خلاص الجون جاي فجاه هوب فينيسيوس طبعا بيقدر ان هو يجيب هدف ولا اروع من تسديده من خلال منطقه الجزاء حتى وبرضه ريال مدريد تشاوميني كان هيقدر يعمل ده كان واضح جدا جدا يعني مانشستر سيتي كان عنده ازمه في المنطقه اللي قدام منطقه الجزاء وقدر ريال مدريد يشوط منها كتير طيب. فانا في وجهه نظري جوارديولا محتاج يتعامل مع حاجتين محتاج يتعامل ان انا مش عايز استحوذ استحواذ سلبي اللي هو انا ماسك الكوره وعمال ادورها وانتهى الموضوع أنا في كل الاحوال كان واضح ان في ازمه عند سيتي في مجارات هجمات المرتده لريال مدريد هم صراع فعلا حتى كريم بنزيما رغم ان هو تقيل وطويل وكل شيء بس, بس, يمكن خلينا نتكلم على اللي متابع مسيره ريال مدريد تحديدا بيلاقي ان هم عندهم الفرصه في حسم المباراه في اللحظات الاخيره لا. والكل كان قاعد امبارح متاهب لا هيجي جون ريال هيعملوها وهيقدروا ان هم يجيبوا هدف لكن خيبوا الامال في الاخر ايه سبب يعني التراجع للمعتاد اللي احنا بنشوفه دايما من ريال السؤال مدريد سؤالك طبعا اكيد يعني له ارضيه كبيره وله منطق وضعا في الاعتبار طبعا اللي انت بتقوله ده هو بالظبط اللي حصل السنه اللي فاتت صحيح. في مباراه السيمي فاينل ما خلاص كان السيتي بالظبط قدامه دقيقتين دقيقتين بالظبط في برنابيو ويوصل للفاينل وقدر ريال يعني مدريد ان هو يرجع ويمد المباراه للوقت الاضافي قبل ما يحسم المواجهه في الوقت الاضافي لكن انا في وجهة نظري ربما تكون المره دي الامر مختلف ليه؟ لان السيتي السنة اللي فاتت نسخة السيتي، السنة اللي فاتت مختلفة تماما عن نسخة السيتي السنة. السنة دي، نسخة السيتي السنة نسخة أكتر فاعلية، نسخة أكتر نجاعة في المباريات ال ال القوية، كل المباريات الكبيرة السيتي السنة دي ما خسرهاش، كل المواجهات الكبيرة قدر إن هو يحسمها حتى قدام أرسنال، يعني أرسنال اللي مقدم موسم استثنائي للغاية في إنجلترا، قدام السيتي فعلا ما قدرش إن هو يستحمل قوة السيتي، انا فأنا أشوف إن المباراة الجاية أنا واعتقد ان جوارديولا واحد مش هيسمح انها تروح لوقت اضافي. هو عارف في وقت الماتش كل ما هيروح ليمتد لاوقات اضافيه او ركلات ترجيح نسبه انتصار ريال مدريد هتزيد عن نسبه انتصاره هو. في نظري كمان هو هيحاول يعني يستغل بدايه المباراه، بدايه المباراه احنا دايما بنشوف ماتشات السيتي في الاتحاد م. اي منافس بيرتبك فعلا في اول نص ساعه، لو مونيا مرماه بهدف خلاص الماتش بيفتح لان انت بتبقى مجبر يعني ريال مدريد لو استقبل هدف ماتش الاياب في اول ثلث ساعه هيبقى أنشيلوتي مجبر انه يخرج بره منطقته، وانس ان هو خرج بره منطقته خلاص المساحات صارح. بدات تبان للسيتي واعتقد هيبقى ربما دور هالاند مختلف تماما عن الارقام السلبيه اللي شفناها امبارح. <متصفيق> طيب ريال مدريد مش شرط ان انت تسيطر على وسط الملعب عشان تقدر تصنع فرصه هجوميه. نعم <متصفيق> شايف مباراة امبارح مين كان آآ آآ الوسط عنده كان أحسن مان سيتي ولا ريال مدريد؟ لا طبعا مانشستر سيتي طبعا مليون في المية يعني ما فيهاش أي مساحة مقارنة لأن لعيبة بصراحة لعيبة الوسط لأي فريق بيلاعب السيتي يبقوا مظلومين إن بت... هم بيلاعبوا لا يعني جوارديولا بيلعب 4 3 3 ما فيش بلاي ميكر صريح يعني دي بروينا ما بنقدرش نقول عليه إن هو رقم عشرة هو لحد ما رقم 8 بيلعب ورا المهاجم وأكيد بيرتاد النص معاه منظومه نص الملعب في السيتي منظومه فعلا مخيفه مرعبه حتى مع اختلاف الاسماء هي م. منظومه واحده ايا يعني كان اللي بيلعب اسلوب اللعب بيخليك عاجز ان انا النهارده ارجع استرجع الكره بسهوله خليني اديكي رقم يعني ندلل بيه على الكلام اللي احنا بنقول هجمه السيتي متوسط هجمه السيتي السنه دي في البطولات كلها اللي لعبها بتاخد من 45 ثانيه لغايه 3 دقائق <applause> يعني اقل حاجه 45 ثانيه وممكن سانية. تصل الهجمه ثلاث دقائق أي يعني ايه ثلاث دقائق عشان الساده مش فاهمين الحته دي الكوره في رجل الفريق ثلاث دقائق ده, 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 زمن وقت طويل جدا رقم. طبعاً. طويل جدا طيب عدد التمريرات في الهجمه الواحده يصل من متوسط اقل حاجه يعني على اقل تقدير ممكن مثلا من 50 تمريره لغايه ممكن ساعات يعدوا 100 تمريره في الهجمه الواحده ده رقم كبير جدا 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 وبالتالي نقعد بقى عمالين نعد يعني احنا هنا في مصر انا فاكر لما كان فريق في الدوري المصري يعمل 30 تمريره 30 تمريره كان يعني نقول خبر ابيض ايه الحلاوه دي وبتاع تخيل تخيلي ان الفريق بيعمل 30 تمريره في قد ايه؟ من الوقت حتى سيب الوقت يعني الكوره في رجلينا 30 30 مره يعني حاجه حلوه قوي في 90 دقيقه خد <applause> <applause> بالك في قد ايه؟ طبعاً احنا بنتكلم على ليفل كوره بصراحه جوارديولا خد ليفل الكوره يعني المنطقه سخيفه فالناس طبعا قالت له اوكي انت عايز الكوره خليها معاك بس المهم ان انت اول ما تيجي عند التلت الاخير هنا ستوب صحيح عدي اه وانا اعتقد هي دي كانت مهمه فالفيردي ومهمه توني كروس ومهمه خط وسط امبارح ريال مدريد سيبوا الريال سيبوا السيتي معاه كرة ما فيش مشكله لكن في ال 30% في من الملعب ستوب مفيش فيش مساحات مفيش اي هالاند ما يستلمش الكوره تحت اي ظرف واذا فكر انه هيستلم الكوره ما يلفش لان هالاند وانس ان هو هو من المهاجمين بيستلم الكره بظهره وانس ان هو لف خلاص شكرا تبقى الموضوع بالنسبه للمدافع وده اللي احنا شفناه كريم امبارح يمكن نعم. رغم سيطره السيتي لكن كان في خطوره للريال وكان نعم. هم الاكثر وصول ل يعني الجانب الاخر والمرمى الاخر شفت ده ازاي برضو يعني فريق فريق مسيطر عامل نعم. كل اللي عليه ماسك الكوره فعلا نعم. انت قلت يعني الخلاصه زي ما نعم. قلت كده خليهم معاهم الكوره نعم. بس يوروني هيعدوا ازاي بالظبط طبعا لا هو طبعا الريال خلي بالك فعلا ما كان يعني لك انت تخيل مثلا احنا ماسكين ريال مدريد وقاعدين في اوضه اللبس وبندرس السيتي ايه الفرصه اللي عندنا سوى ان احنا نلعب مرتد ما عندكش فرصه ما فيش حاجه تانية اي اي محاوله ان انت تجاري الناس دي في لعب الكوره او اسلوب اللعب خالص انت بتنتحر لانك وانس انك هتفتح الجيم حتى ارتيتا ارتيتا نفسه في ماتش الدوري فتح الجيم شويه وبدا يشوف لا يا جماعه هنلعب جيم تيتا تيتا او راس براس ويلا احنا مش خايفين منهم وهننزل نكسبهم وبتاع مش سكور فهي فكره في حته وانت ما عندكش رفاهيه هذا الامر كل حاجه بتضيع في لحظه يشوف شوف ارسنال في, وسط كل هو عمله ده خلاص في اخر اربع خمس اسابيع الدوري بيروح فانشيلوتي طبعا مخضرم للغايه في الدوري كارلو انشيلوتي من افضل المدربين في التاريخ اللي بيعرفوا يلعبوا المباريات الفيرست ليج والسكند ليج بيعرف بيعرف ازاي بيعرف يتعامل فيها هو انا في وجهه نظري هو برده هيحضر في حاجات هيحضرها لماتش الاتحاد بس بصراحه ريال مدريد ما كانش عنده حاجه تانية يعني الاسلوب اللي هو انتهجه صح التنفيذ طبعا في حاجه في فرقات فرديه انا واحد زي كيفن دي بروين ده بيشوط كوره مش ممكن يعني انا في وجهه نظري حتى هو مش شايف الجول كان في مدافعين طوال قدامه يعني روديجر ده في التلفزيون حاجه انت لو شفته على الحقيقه ضرفة يعني حاجه حاجه مختلفه هو الراجل بس ما شاء الله عليه يعني كيفن دي واخد شوطه وكمان حتى الواقف في الجون يعني كورتوا كورتوا ده يا جماعه 194 سنتي وانس ان هو فرد جسمه بالعرض قفل <applause> الجون قفل <applause> الجون اه فانت بتتكلم لا هنا دي فرقات فرديه وانا اعتقد يعني ريال مدريد في وجهه نظري ربما النتيجه 1-1 في ملعبه وجماهير ريال مدريد احتشدت في سانتياجو برنابيو خارجه زعلانه انا متاكد ان انشيلوتي كان خارج مبسوط ان هو ما تغلبش في الماتش <applause> ده طيب هرجع لنقطه انت اتكلمت فيها مهمه فتدل. جدا فكره ان هالاند يتقفل عليه والتاكتيك او الاستراتيجيه دي او الطريقه دي نا. زي ما قلت ممكن يقتبسوها، ممكن نا. نتعامل معاها لان احنا ما شفناهاش قبل كده، ما حصلتش ان 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 هالاند يعني يلمس الكوره صحيح 21 مره بس بالظبط، فدي ما حصلتش، فهنا بيب جوارديولا لازم هيلاقي حل للموضوع ده، يعني اعتقد ان التكتيك ده او الطريقه أوه. دي مش هتنفع تاني. عايز اقول لك يعني النقطه اللي انت قلتيها دي أه أنا في وجهة نظري أوه. هي شغلت عقل جوارديولا بالظبط بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول. لكن هالاند واضح جدا انه هو مش مناسب للماتش ده. م. جوارديولا هو اللي أبدع هو اللي أبدع فكرة المهاجم الوهمي منذ أن كان مديرا فنيا لبرشلونة واستخدامه الميسي واستخدم فابريجاس واستخدم آه فيا استخدم لعيبة كتيرة جدا في المركز ده وهو مؤمن تماما ان في مباريات انا ما ينفعش العب فيها بمهاجم كلاسيكي تمام اوكي فضل <applause> جوارديولا على مدار سنين يدافع ويتخانق مع سامويل ايتو ويتخانق مع براموفيتش وحتى في البايوجرافي بتاعة كل لعيب فيهم يعني بتاع يعني ايتو طبعا ما فيش ما فيش لقاء تلفزيوني بيطلع فيه الا ولازم يكيل السباب لجوارديولا براموفيتش ما فيش مناسبه يطلع فيها الا لازم يتكلم على خناقته مع جوارديولا جوارديولا فضل طول طوال السنين دي مؤمن تماما في بعض عدد من المباريات ما ينفعش يلعب فيها بمهاجم صريح، لازم استخدم فيها لعيب خط وسط واوظفه في المركز ده كان مركز مهاجم واحد. <applause> انا في وجهه نظري امبارح طبعا جوارديولا بيخسر دوري اوروبا مساحة ساعه ما راح بايرن ميونخ مع السيتي مش عارف يكسب البطوله وهالاند السنه دي مستوى يعني خزعبلي حاجه صحيح. مش ممكن فهو فجاه تخلى عن مبادئه. يعني هو تخلى عن مبادئه اللي جمانه بتقولها ان هو النهارده اعتمد ما أل... شاء الله أل... عادوا احتياطي الناس الناس هتاكل وشي انا يعني بعد كل ده راح العب ريال مدريد في سانتياجو اقعد هالاند على الدكه مع ان ده كان الصح ان كان هالاند ما يلعبش وكان فودن هو اللي ينزل بدايه المباراه كمهاجم وهمي السؤال هنا بقى الحته دي دي خطيره جدا بامانه الاسبوع الجاي لو انت لعبت بنفس الطريقه فعلا هالاند 90 دقيقه مش عارف يكسر مش عارف معزول السؤال هنا هل انت عندك رفاهيه انك ممكن في احتمال انك تقرر نفس اللي حصل او نفس السيناريو اللي حصل الماتش الذهاب ده قرار خطير عشان جدا دي نقطه مهمه جدا انا آه، آه. نتكلم آه. فيها ولازم نروح للموجز آه، فاحنا هنروح الموجز بعد كده نرجع نتكلم كمان عن في ماتش قوي جدا ايه وأنت وان جميل هنتكلم عنه ب... يعني لازم نستغل بقى وجود كريم عزب. يعني معانا <applause> يعني مش هنسيبك يا كريم النهارده يعني هنروح دلوقتي بس لموجز لأهم الأخبار موجز التاسعة صباحا مع هالة ونرجع ونكمل معكم بيت فقراتنا اتفضلي هالة شكرا عبد الصمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تود كولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كولواك سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس سيلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة. وخلال اللقاء تمت الاشاره الى خطوره التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الاصعده الانسانيه والامنيه والسياسيه مع تاكيد اهميه تشجيع الاطراف السودانيه على تثبيت الهدنه والانتقال الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار بما يسمح بايصال المساعدات الانسانيه وتقديم الاغاثه وافساح المجال لاطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسويه الازمه يتوجه وزير الخارجيه سامح شكري صباح اليوم الى برلين للمشاركه في الاجتماع الوزاري لصيغه ميونخ حول عمليه السلام، واوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجيه ان وزراء خارجيه مصر والاردن والمانيا وفرنسا سوف يشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئه وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، واضاف بان الوضع المتفجر في الاراضي الفلسطينيه المحتله نتيجه الاقتحامات المتكرره للقوات الاسرائيليه للمدن الفلسطينيه واستهداف المدنيين خارج اطار القانون يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بخروج الوضع عن السيطره الامر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدوليه لوقف الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره على الفلسطينيين والعمل المنسق بين الاطراف الفاعله اقليميا ودوليا لتحقيق هذا الغرض استشهد فلسطينيان واصيب ثالث بجروح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلده قبطيا جنوب جنوب جنين وقال شهود عيان ان قوات كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت البلده وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واضافوا ان قوات الاحتلال استهدفت مركبه بوابل من الرصاص في احد شوارع البلده مما ادى الى استشهاد الشابين واصابه ثالث بجروح أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، موضحة أن نحو 60 مستشفى متوقف بشكل كامل فيما تعمل 28 مستشفى فقط. وأضافت اللجنة في بيان لها أن جميع المرافق الصحية خارج الخدمة في مدينة الجنينة بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها والاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر. واوضحت اللجنه انه تم اخلاء نحو عشرين مستشفى منذ اندلاع الاشتباكات، بالاضافه الى تعرض سته عربات اسعاف للاعتداء، كما ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بدايه الاشتباكات لنحو 517 حاله وفاه و2701 حاله اصابه. قررت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيه في المملكه العربيه السعوديه وذلك بعد اعلان الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيه في دمشق وذلك بعد اكثر من عقد على اغلاق سفارتها اثر اندلاع النزاع الدامي في سوريا واكدت الخارجيه السعوديه ان هذه الخطوه اخذت في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجيه الدول العربيه الاسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركه وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعه الدول العربيه أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي على جزيرة جربة وأعلنت مقتل خمسة من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة من بينهم ستة من رجال الأمن في الهجوم وقالت وزارة الداخلية التونسية أن قواتها الأمنية قتلت رجل الشرطة بعدما حاول الوصول إلى كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة بعد قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة

أدى زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان قلقهم الشديد حيال أعمال العنف في بورما وأدانوا الهجوم الأخير على قافلة تنقل مساعدات إنسانية في البلاد وفي بيان دعا الزعماء المجتمعون في قمة بإندونيسيا إلى وضع حد فوري لكل أشكال العنف واستخدام القوة بغية تهيئة بيئة مواتية لإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء حوار وطني شامل ورياضيا تعادل مانشستر سيتي الانجليزي مع مضيفه ريال مدريد الاسباني بهدف لكل منهما في المواجهه المثيره التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الدوري نصف النهائي لبطوله دوري ابطال اوروبا لكره القدم. تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقه السادسه والثلاثين عبر لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور. ثم أدرك مانشستر سيتي تعادل بهدف نجمه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة السابعة والستين بهذا التعادل يتاجل حسم التاهل الى مباراه الاياب التي ستجمع الفريقين في السابع عشر من مايو الجاري على ملعب الاتحاد انتهى موجز التاسعة وعودة مرة أخرى لجومانا ولي عبد الصمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر عودة لكم جومانا وعبد الصمد بشكرك هلا شكرا جزيلا لسه مكملين كلامنا مع كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كورة كريم كنا قبل الموجز بنتكلم فإنه انه دلوقتي بيب جوارديولا محطوط في موقف انه لازم يلاقي حل سريع جدا ل آه آه خلينا نقول اللعبه اللعبه مع آه كارل انشيلوتي وفكره المهاجم الخفي وانه قفل على هالاند تماما أي. أيه. الاوراق اللي في ايد بيب جوارديولا مع دي الوقت ايه الاوبشنز اللي في والله هو الديبيت ما كانش بس قبل الموجز هو في وسط الموجز <applause> 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 طبعا لا هو مليون في عنده اوبشنز لان سيتي دكته قوية جدا وكمان استخدام اللاعبين آه في عنده كذا لعيب جوكر يعني م. مثلا في وجهة نظري ربما يبدا برياض محرز ويشيل برناردو سيلفا ويلاعب برناردو سيلفا هو المهاجم الوهمي ادي اوبشن ممكن اصلا يسيب برناردو سيلفا على الطرف عشان برناردو سيلفا عنده يعني الدور الدفاعي بتاعه افضل من الرياض ويدخل في الفودن كمهاجم وهم يا اما في الفودن لاعب في المركز ده لا الاوبشنز كتيره جدا بس هي فكره في يا جماعه زي ما كنت بقول لك ما بين الفاصل ان دي الوقت مشكلة عند جوارديولا هو عنده أسبوع مم. وجوارديولا من المديرين الفنيين اللي بيشتغل بالأرقام الناس دي ما بتهركش الناس دي مش بتشتغل اعتباطا لا طبعا مم. في أرقام في أناليسيس بيجي له لازم ياخد قرار ساعة القرار دي مثلا بتبقى ق... أوضة اللبس مثلا فيها لا يقل عن 60 ل... واحد اللعيبة والجهاز الفني والفيديو أناليسيس اللي معاه وكل المساعدين بتوعه كلهم ساكتين وباصين له الورقة أهو اتفضل خد القرار القرار ده بتتحمل مسؤوليته على موسم. هبنتكلم 90 دقيقة وجوارديولا ايه؟ هبنتكلم على مدير فني صرف في السنوات الأخيرة مع السيتي مبالغ في وجهة نظري تفوق ميزانيات دول. ميزانيات دول يعني دول صغيرة متوسطة في العالم ممكن ميزانية السيتي في آخر سبع سنين تعدتها بمراحل وفي الآخر الناتج أوروبيا صفر. سيتي لم يحرز بطولة دوري أبطال أوروبا فالسؤال التسعين دقيقة الجاية دي أنت هتكمل باستخدامك لهالاند زي ما لعبت في برنابيو ولا هيبقى عندك جرائتي يا خبر أبيض أن أنت تاخد قرار ربما يكون الأشجع بأنك تقول لأ مع اسلوب لعب انشيلوتي ده هالاند ما ينفعش انا احطه على الدكه وابدا بمهاجم وهمي ده اللي احنا هنشوفه زي ما انت يوم ابتدات الجد اخذ جملتك اللي قلتها قبل نا. الفاصل وقبل الموجز برده وهنا الناس كلها هتسيب الماتش وهالاند قاعد على الدكه اه طبعا طبعا <applause> قرار <applause> خطير جدا <applause> طيب خلينا نسيب السيتي والريال ونروح طيب. لديربي مهم جدا النهارده طيب. ديربي ميلان نا. شايف المباراه هتمشي ازاي تفاصيلها والاقوى هيكون مين في هذه المباراه عايز اقول ان يعني ديربي الانتر وميلان ان هو يتلاعب في سيمي فاينال دوري ابطال اوروبا بيرجع الى حد احساسي السنه دي ربما ممكن نقول اول سنه الناس تبدا تفتكر الكره الايطاليه يعني اللي منذ 2006 ومنذ فضيحه الكالتشي بولي طبعا الشهيره لليوفنتوس من بعديها الكره الايطاليه تضررت تماما تماما بنتكلم دلوقتي اهو داخلين في ما يقرب من يعني تقريبا كده ايه 18 سنه اول مره السنة دي أحس إن الكرة الإيطالية بدأت تشم نفسها زي الكرة الأسب... والمتابعة ليها يبقى ها بنقرب من الكرة الإسبانية طبعا لأن الدوري الإنجليزي في حتة لوحده بصراحة ميلان طبعا السنة دي مقدم موسم أكثر من رائع خصوصا على المستوى الأوروبي الفريق طبعا مع بيولي فعلا مختلف تماما برضه انزاجي انتر مقدم معاه موسم جيد بعيدا عن الدوري طبعا خلاص الفرقتين خلاص نابولي حسم اللقب ديربي حلو وماتش حلو جدا بيرجعنا للتسعينات وبيرجعنا لبدايه الالفينيات ماتشات ميلان وانتر كانت كانت تبقى حلوه وكل شيء بس طبعا اكيد النجوم حاليا في الفرقتين مش متكبه زي زمان يعني اللي يفتكر ديربي ميلان وانتر ده كان كان اقوى من ريال مدريد طيب. وبرشلونه في التسعينات العالم كله كان ينتظر ديربي ميلان وانتر اكتر ما كان حد ينتظر اي ماتش في انجلترا ما وينتظر طيب. حتى برشلونه والريال فنتمنى ان شاء الله النهارده نشوف مباراه حلوه بس اكيد اكيد طبعا المنافس منهم بكل امانه فرصته قدام الريال او السيتي في الفاينل مش يعني اقل بكتير مش زي مواجهه الفرقتين يعني طبعا يعني انا وجهة نظري المنتصر من مواجهه الريال والسيتي هو تقريبا يعني خلاص يعني حط ايده اه حط ايده على على الكاس لان بصراحه ميلان وانتر لا لا في فجوه في فجوه في المستوى للفرقتين للكره حاليا مع طبعا بطل اسبانيا زي ريال مدريد او حتى بطل انجلترا زي مان سيتي طيب بما ان انت معانا بقى وهنستغلك يعني <applause> شوف ممكن اسالك على الكره فين تاني <applause> <أكي. هنروح تصفيق> <ل> <applause> <بقى>. نرجع 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 <applause> لل 30 باص نعم طبعا ايه اللي هيحصل نعم. مباراه برده الاهلي يعني لسه لاعب كمباراة مباراه برده قويه نا. مجهد الى حد ما نا. ايه اللي هيحصل بصي ده في نظري النادي الاهلي بيواجه نسخه النسخه الاضعف للترجي في اخر تقريبا 10 سنين دي اسوا نسخه ممكن الاهلي يلعب الترجي فيها يعني إيه الاضعف اه جدا إيه يعني جداً. معنى كده ان الفوز مضمون للأهلي ان شاء الله لا ما هو طبعا إيه اللهم لا حسد يعني المستقبل <applause> الغيب في عند عند الله وحده احنا لما بنقول كده اه لا 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 احنا بنتكلم احنا بنتكلم على طبعا الواقع والواقع ده نضلل عليه بالارقام ونضلل عليه بالنتائج صحيح ترجي يعني لسه متلقي هزيمه من النادي الافريقي في ديربي العاصمه التونسيه في الدوري في دوري النخبه والفريق تقريبا بقى قاب قوسين او ادنى من ان هو يخسر الدوري طيب. قبل ماتش الافريقي الفريق خسر من الصفاقسي اللي بيقود طبعا الكابتن حسين بدري برضه بهدف نظيف في المباراه كان الصفاقسي قاب قوسين او ادنى ان هو يحقق نتيجه قياسيه على الترجي في ظل كم الفرص اللي اتيحت له. الترجي نفسه تاهله لمباراه السيمي فاينل قدام شيبه القبائل الجزائري كان طبعا محل شك كبير جدا بعد ما الفريق الجزائري تعادل في العشر دقائق الاخيره وكان قاب قوسين او هو يجيب هدف كمان والترجي خلاص يبقى سكه السلامه شكرا اوت فالترجي طبعا وعنده كمان طبعا في غياب شديد كبير جدا جدا عند الترجي حمد الهوني صانع الالعاب الليبي للفريق تاكد غيابه عن مباراه الذهاب بسبب الاصابه صحيح. واصبح كمان قريب من الغياب عن ماتش العوده يعني ممكن ما يلعبش الماتشين هو اوريدي عنده غياب شهر والشهر ده بدا بقاله حوالي 10 ايام فربما اصلا ما يلحقش ماتش العوده وبالتالي الماتشين مش هيبقى الترجي بيلعب فيهم بدون صانع لعب كمان الفريق <تصفيق> <تصفيق> بس رغم كل اللي انت بتقوله ده كريم معلش نعم. يعني دايما سمات الفرق الكبيره أي. انها تمرض ولكن لا تموت صحيح فبالتالي مش عاوزين نعول على ده لان ممكن يحصل مفاجات بص احنا احنا دلوقتي احنا يعني احنا بنتكلم على <applause> الاوراق اه والنتائج والتحليل نتكلم على الفرص عشان نعرف آه نرتب اوراقنا يوم الماتش ايه اللي يحصل؟ الله اعلم احنا بنتكلم دلوقتي عشان يبقى الساده المشاهدين عارفين ال ال الوضع حاليا، النادي الاهلي كمان حاليا في الوضع النادي الاهلي حاليا هو في افضل فتره له في الموسم لما نيجي نقارن كده من بدايه الموسم لغايه دلوقتي هنلاقي ان الاهلي حاليا هو في افضل فيرجن له، افضل نسخه له السنه دي صحيح طيب انت محتاج بقى تعمل ايه؟ محتاج انا في وجهه نظري يوم الجمعه اول ما الحكم اللقاء يصفر لعيبه النادي الاهلي وطبعا بنلعب مباراه بدون جمهور يعني الترجي كمان اه الترجي كمان ما عندوش الجزء المعنوي من جماهيره وبتلعب في مدرجات خاليه تمام في وجهه نظري يجب على لعيبه النادي الاهلي ما يسيبوش لعيبه الترجي تشم نفسها خالص ضغط بطول الملعب تلعب اللعب بتاعك كانك بتلعب في استاد القاهره تنزل تخلص السيمي فاينل ده من ماتش الذهاب فرصة أفوجة نظر كل العوامل بتتيح للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة إن هو يخلص التأهل من رادس بس عايز قرار واحد إيه هو زي كده اللي احنا بنتكلم بالنسبة لجوارديولا القرار الواحد إن انا اقول لعيبتي اوعوا تنزلوا توازنوا معاهم او تحطوا في بالكم احنا بنلعب ماتش قوي بنلعب ماتش خارج مصر لو طلعنا نتيجه كويسه وخلاص لا انزل اكسب لان خلاص موضوع 11 مع 11 وهم كل العوامل السلبيه عندهم انا بشكرك على أن النقطه دي لان احنا احيانا لما بيكون في ثقه زايده نعم. للاسف بتطلع معانا بنتيجه عكسيه صحيح. طيب لو بما احنا بنتكلم بقى عن الفرص وعن القرارات وانه زي ما انت قلت اول ما الحكم يبتدي نا. كل بقى النجيله زي ما أي. احنا كده لو في ايدك أي؟ التشكيل تشكيلة الأهلي نعم. إزاي؟ أنا في نظري واحدة من أهم المميزات اللي مارسيل كولر اتعلمها مع النادي الأهلي إن هو ثبت التشكيل في الشهور الأخيرة. في وجهة نظري مم. طبعًا لا خلاف محمد شناوي إن شاء الله حارس مرمى بإذن الله إذا محمود متولي خد اللي هو الميديكال كليرنس او خد الاذن الطبي طبعا بعد المشكله اللي حصلت له في ماتش بيراميدز ان هو لائق للمشاركه فاكيد ثنائيه محمود متولي ومحمد المنعم هي اللي هتلعب اكيد محمد هاني محافظ على مركز الباك اليمين علي معلول اكيد محافظ على مركز الباك الشمال فوجة نظر الشخصيه خط الوسط يلعب باخر ثلاثي لاعب بيه احمد القندوسي ومروان عطيه وحمدي فتحي دول ثلاثه في خط الوسط وفي الهجوم يعود كهربا لمركز المهاجم الصريح، حسين الشحات يكمل في وجهه نظري على عبد القادر في مركز المهاجم الجناح الايسر، وطبعا بدون شك بيرسي تاو واحد من نجوم الفريق في الفتره الاخيره يكمل في مركز الجناح الايمن، اعتقد في وجهه نظري ده التشكيل الافضل للنادي الاهلي وتشكيل ينزل يلعب بشكل هجومي بحت. انزل العب جيم مفتوح مع الترجي وارجع ان شاء الله باذن الله للقاهره بانتصار يعني ان شاء الله الانتصار يكون حليب في النادي الاهلي ان شاء الله بزنبه. كريم سعيد الناقد الرياضي مستجد. ورئيس تحرير موقع يلا كوره شكرا لوجودك معانا في صباح الخير يا مصر بنشكرك طبعا على كم المعلومات والتحليل مستجد. اللي انت قلته من كريم نورتنا ميرسي جمال مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من فقرات في صباح الخير يا مصر استنونا طبعاً لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا عارفين انطلقت جلسات الحوار الوطني الاسبوع اللي فات الحوار الوطني خصص في جلساته الاسبوع اللي جاي جلستين مهمتين جداً أو همتين للغاية لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة يعني اللي بيشهدها الاقتصاد بشكل عام هيشارك في الجلسات دي ممثلين عن الاحزاب السياسيه والشباب وايضا النقابات ويعني العمل الاهلي ايضا هيكون ليه دور جبانا في هذه الجلسات حقيقي احمد كمان يعني بالتاكيد كلنا تابعنا الفتره اللي فاتت اهتمام الدوله بتوسيع مظله الحمايه الاجتماعيه وتوفير حياه كريمه للاسر الاولى برعايه والاكثر احتياجا خلينا نعرف مع حضراتكم ايه هي الملفات اللي هتفرض نفسها على اجنده جلسات الحمايه الاجتماعيه ده اللي هنعرفه من ضيفنا دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه صباح الخير يا حضرتك يا دكتور نور صباح, صباح النور يا فندم صباح النور على حضرتك وكل الساده المشاهدين صباح الخير يا دكتور صباح يعني النور يا في البدايه عاوزين نعرف منك يا دكتور فكره تخصيص جلستين لمناقشه الوضع الاقتصادي في مصر داخل الحوار الوطني ده بيدي بارقه امل لناس كثيره جدا معنيه ومهتمه بالاقتصاد وايضا الاستثمار لكن فكره مناقشه الجلسات دي تكون تحت عنوان الوضع الراهن والتحديات المستقبليه شايفها ازاي؟ طيب انا هاخد من كلام حضرتك التحديات والوضع الراهن والمفروض الدوله او الخبراء والمتخصصين اللي هيكونوا مشاركين في المحور الاقتصادي المفروض ان هم يبصوا للوضع ازاي وايه المقترحات اللي من شأنها ان هي تقلل الضغوط اللي احنا بنشوفها على الاقتصاد المصري بسبب التحديات والازمات العالميه اللي بنشهدها حاليا اولا احنا عندنا اهتمام راسخ من الدوله المصريه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحمايه الاجتماعيه ورعايتها رعايه كامله وده مش من دلوقتي ده من اول ما ابتدت الدوله المصريه في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 والدوله ابتدت ان هي توسع من مظله الحمايه الاجتماعيه وكنا بنشوف في كل موازنه بيتم مناقشتها في مجلس النواب وبيتم طرحها من وزاره الماليه بنشهد زياده في حجم مخصصات البرامج الاجتماعيه <applause> ومع الظروف اللي شهدها الاقتصاد العالمي بدءا من تداعيات جائحة كورونا مرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اللي ممتدة حتى الآن بنشهد برضو ارتفاع كبير جدا في الحماية الاجتماعية ومخصص لها في الموازنة العام القادم 23-24 أكثر من 530 مليار جنيه دي بزياده اكتر من 200 مليار جنيه عن الموازنه اللي هي شغاله حاليا وهتنتهي في 30 6 ده معناه بياكد على قدره الدوله على اتاحه الموارد كمان في زياده هذه البرامج لان ده بيتوقف على قوه الاقتصاد المصري في توليد ايرادات تقدر ان هي تزود المخصصات الخاصه ببرامج الحمايه الاجتماعيه نعم. يعني مخصص بس لتكافل وكرامه والضمان الاجتماعي 31 مليار جنيه كان السنه اللي فاتت في حدود 23 مليار جنيه نعم. معنى كده ان احنا بنزود زيادات كبيره جدا نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بيشهدها الاقتصاد المصري عشان كمان نقدر نقلل من الضغوط والاعباء اللي بيشهدها المواطن المصري في ظل الازمه الحاليه نعم. بالاضافة حصل زيادة وطفرة كمان في موضوع العلاج على نفقة الدولة من 8 مليار السنة اللي فاتت او الموازنة الحالية ل 31 مليار جنيه فاحنا بنشهد قفزات كبيرة في الارقام. صحيح. طيب جلسات الحوار الوطني واهتمامها بالمحور الاقتصادي لانه بيمثل العصب الاساسي في حياة الدول وحياة المواطنين. مهم. طيب احنا عندنا شوية أزمات، والدولة بتعترف بهذا، ومن مش من بس من أول الحوار الوطني، الدولة بتفكر إن هي توجد الحلول لمعالجة هذه الأزمات، احنا شفنا إقامة المؤتمر الاقتصادي، ناقش التحديات اللي بتواجه صحيح. الاقتصاد المصري، وخرج عنه توصيات عديدة. شاهدنا أيضاً تكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء لمركز المعلومات لعقد مشروع بحثي على مدار شهرين فاتوا من شهر مارس وانتهى في مايو بعشرين جلسه ب 350 خبير برضو خرج عنه توصيات عديده انا من وجهه نظري لابد من الاستفاده من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات اللي خرجت عن المشروع البحثي في الحوار الوطني بحيث ان يتم الاستفاده من هذه التوصيات ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية للاخذ بشانها في اذا كان هيكون قرارات تنفيذيه او مشروعات قوانين تحال الى مجلس النواب للمناقشه والموافقه عليه <applause> طيب احنا دلوقتي عندنا الدوله حاليا بتمشي في عده مسارات متوازيه اهمها جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دكتور اعذرني و... للمقاطعه قبل ما ننتقل للاستثمار ويمكن حتى كان خلال الجلسات اللي تم الاعلان عنها الجلسه القادمه طبعا هيكون في جزء مخصص كمان للسياحه بشكل كبير والاستثمار في, في قطاع السياحه لكن خليني اتكلم عن ايضا الحمايه الاجتماعيه بما ان احنا كنا لسه بنتكلم عليها احنا بنتكلم انه هتكون عن الحمايه الاجتماعيه او الحمايه الاجتماعيه ما بين الوضع الراهن والتطورات الجديده هل التطورات الجديدة هتكون عبارة عن زيادة في المخصصات المالية فقط ولا هيكون في آليات جديدة في توسعة أخرى لا تشمل فئات جديدة من اللي ظهرت طبعاً حسب الأزمة الاقتصادية في العالم كله طبعاً بما إن مصر جزء من العالم. إيه اللي هيحصل؟ طيب خلينا أقول لحضرتك إن حالياً الدولة بتدرس كل المواطنين في الشرايح الخاصة بالدخل بتشوف مين القادرين على التواكب أو التكيف مع الأزمات أو مين الشرايح اللي محتاجة دعم زيادة والدولة بتقسم الدعم لأكثر من مسار في مسار بيروح لتمويل تكافل وكرامة وفي مسار بيروح للسلع التموينية ما هو ده برضو شكل من أشكال الدعم لا. للمواطنين وبالتالي كل ما الضغوط بتزيد الدوله بتاخد في حسبانها زياده التمويل لتوجيهها نحو الفئات الاكثر احتياجا بالاضافه لمبادره حياه كريمه ما تعد من ضمن المخصصات اللي بتوجه لزياده قدره المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم والعيشه عيشه كريمه متاح ليها كافه الخدمات والمرافق وكافه الخدمات الاساسيه من التعليم والصحه والمرافق الاساسيه، كل ده بيعد في نطاق برامج الحمايه الاجتماعيه، طبعا كل ما لو الوضع الراهن استمر لفتره اطول من كده طبعا الدولة بتاخد في حسبانها ومستهدفاتها الخاصة بالموازنة العامة في زيادة هذه المخصصات وزيادة الأعداد يعني احنا شاهدنا خلال بعد بداية كورونا الدولة زودت الأعداد اللي دخلت فيه تكافل وكرامة بمئة ألف أسرة جديدة برضو ودعم العمالة غير المنتظمة المنتظم بالضبط أنا يعني كنت لسه النقطة دي هقولها مم. 500 جنيه وكان يعني كان متخصص لها لمدة ثلاث شهور السيد الرئيس وجه لأن هي يزود الفترة لغاية صحيح. آخر السنة فبالتالي الدولة بتضع سيناريوهات وفقا للمتغيرات الآنية والمستقبلية ووفقا لهذه التغيرات بتقدر تتعامل معها بزيادة المخصصات وفقا للأليات الحالية ده. دكتور مصطفى في الحقيقه يعني الحوار الوطني بيضم مجموعه متميزه من الخبراء الاقتصاديين، اهميه حضور هؤلاء الخبراء تحديدا في جلسات النقاش الخاصه بالمحور الاقتصادي، وهل ترى ان المقترحات التوافقيه اللي يتم التوافق عليها هتكون قابله للتنفيذ على ارض الواقع في ظل التحديات الراهنه؟ بص انا عاوز اقول لك ان توسيع دايرة المشاركة في حد ذاته ده دا بيكون دافع لعملية إنجاح الحوار الوطني نعم. فلما بيكون في أكتر من متخصص وأكتر من زاوية فكر ده بيخلي الأفكار بتكون كتيرة مم. والأهم من ده طالما أنه هو متخصص فأكيد هيحط مقترح ليه خلفية منهجية علمية يقدر من خلالها تكون قابله للتنفيذ لان احنا في عمليه الاقتصاد بتكون احنا دلوقتي بنضع تصور انا مثلا عاوز ازود مثلا اعداد مثال ان انا عاوز ازود اعداد المستفيدين من تكافل وكرامه طب انا المورد المبلغ المبلغ ده اللي انا هضخه في تكافل وكرامه هوجده منين في الموازنه فلابد وانا بقدم المقترح بقول المورد او الايراد ده هيجي منين هخلقه منين؟ وبالتالي هوجهه للحمايه الاجتماعيه او للاستثمارات الحكوميه او للمشروعات مخصصه لدعم قطاع الصناعه او ما الى ذلك. فبالتالي اللي هيحط التنوع من الخبراء والمتخصصين هيوجد حاله من حالات التناغم والتنسيق في الافكار والمقترحات اللي تخلينا في النهايه نطلع ب توصيات واحد 2 3 اربعة قابلة للتنفيذ في ظل الامكانيات والموارد المتاحه لدى الدوله المصريه هي دائره متصله يا فندم يعني زي ما حضرتك تتحدث الحمايه الاجتماعيه تتطلب موارد الموارد دي منين استثمار او الصناعه او او بالزبط. زي ما حضرتك ذكرت بما احنا بنتكلم عن الاستثمار وعن الصناعه وعن موارد الدوله بردو من الملفات المطروحة بشكل كبير جدا خلال الجلسة القادمة هي فكرة الاستثمار ولو هنتكلم تحديدا في قطاع السياحة برضو احنا الوضع الراهن ايه اللي احنا محتاجينه هل فكرة سياسة الاستثمار بشكل عام قوانين الاستثمار في مصر بشكل عام هل هي بالفعل وصلنا لمرحلة انها تكون جاذبة بالقدر الكافي للمستثمرين ولا ما زلنا محتاجين نشتغل عليها اكتر تمام سؤال مهم جداً الدوله خلال الثمان سنين اللي فاتوا اشتغلوا على ملف الاستثمار بشكل حرفي جدا بدايه من صدور قانون الاستثمار ثم التعديلات اللي طرقت على القانون واصدار اللائحه التنفيذيه <applause> وده اللي خلانا خلال ثلاث سنين متواصله من بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي خاصه في 18 19 مرورا ب 19 20 19 21 قدرنا في الثلاث سنين دول ان احنا نجذب اكبر استثمار اجنبي مباشر على شمال افريقيا والدول العربيه يعني كان تتراوح ما بين 8.5 9 9.5 وده معناه ان الحوافز اللي موجوده في قانون الاستثمار ادت فاعليه وبالتالي عملت جذب كبير للاستثمار الاجنبي المباشر ولكن طبعا بعد الازمات المتتاليه اللي حصلت حصل نوع من التراجع وده على كافه دول العالم مش مصر بس لان الاستثمار الاجنبي المباشر اتاثر بعد الاغلاق العام اللي حصل في كورونا فكان مفيش عمليه انتاج بشكل كبير في كان قيود على تنقل حركه الحركة. الافراد والبضائع وده اثر بشكل كبير جدا على فكره الاستثمار او التوسع في الاستثمار في الدول طيب احنا محتاجين آه اليات جديده لي زيادة جذب الاستثمار؟ اه محتاجين. طيب ازاي؟ احنا محتاجين نشوف كاقتصاد مصري ايه القطاعات اللي الدولة مستهدفة بعينها ان هي تطورها وتنميها وتزود مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي اللي بيأثر على زيادة النمو الاقتصادي ونشوف حجم الحوافز دي محتاجة تتركز في قطاع بعينه لان مم. انا مش, مش محتاج ان انا الحوافز دي اوزعها على كل القطاعات وممكن يكون القطاع ده حصل مثلا فيه تشبع في الاستثمار بتاعه فممكن مم. ما يكونش جاذب للمستثمر انا محتاج ان انا كدوله اعمل اعاده مراجعه للقطاعات المستهدف فيها ضخ استثمارات جديده خاصه ده بيتوافق مع المرحله التانيه للاصلاح الهيكلي مم. احنا مركزين على ثلاث قطاعات الصناعه والزراعه وتكنولوجيا المعلومات انا بطلب من الـ 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 وزاره التجاره والصناعه الاسراع في اصدار الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه المصريه لان ده هيحدد المستهدفات والاطر الرئيسيه في القطاعات المستهدف فيها ضخ استثمارات دخل جديدة, جديده وبالتالي هركز عليها الحوافز عشان احقق المستهدف ده طيب خاصه مصفر. ده هي يعني انا اسف هيقلل هي هي من وتيره فاتورة الاستيراد وهنقدر من خلاله نوفر العملة الصعبة نعم يعني احنا بنتحدث عن فكرة الاستثمار وربط الاستثمار بالصناعة حتى نكون دولة مصنعة تقدر اللي هي تقلل فاتورة الاستيراد وأيضا التصدير للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة ملف في غاية الأهمية وهو ملف الصناعة وكيف ينظر الحوار الوطني ليه هنناقش هذا الملف لكن هنطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضرتك بقية الحوار نرحب بحضراتكم مرة تانية وما زال حدثنا مستمر مع دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية ويمكن نتحدث لدكتور مصطفى على فكرة الاستثمار والملف الاقتصادي بشكل عام في الحوار الوطني خلال جلسات الحوار الوطني الحقيقة أنه واحد نتكلم عن قوة اقتصاد أي دولة جزء كبير منه أو جانب كبير جدا منه أو من ثباته ليه علاقة بفكرة توافر النقد الأجنبي ده مش بس من خلال الاستثمار لكن ده كمان من خلال التصدير يعني من خلال الصناعه يعني احنا بنتكلم في جوده صناعه احنا مصر في وقت من الاوقات كنا عندنا كنا دوله صناعيه قويه جدا وبالفعل كان عندنا صناعات مهمه حتى الان في بعض الصناعات المصريه لما بتكون في الخارج فكره ان بيبقى مكتوب عليها ميدن ايجيبت بتديها قيمه مضافه اكبر بكتير احنا دلوقتي مش دلوقتي هي في وقت سابق يمكن احنا ابتدينا نشتغل على الموضوع ده بالفعل بشكل اكبر كتير كنا بنصدر المواد الخام ترجع لنا متصنعه فكنا بنخسر بنهدر فانا عايزه اعرف من حضرتك دلوقتي ملف الصناعه تحديدا وهو ملف مهم جدا 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 وبنأكد عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من مره ايه التحديات اللي امامنا في هذا المجال تحديدا وايه الحوار الوطني بيعمل عليه في هذه النقطه التحديات هو الاهتمام رقم واحد واثنين وثلاثة بفكرة الاستثمار في القطاع الخاص في الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة واللي بتدعمها الدولة للقطاع الخاص والمصنعين تحديدا في تعميق التصنيع المحلي طالما بنزود نسبة المكون المحلي أمام المكون الأجنبي ده بيعود بالنفع على الاقتصاد المصري أولا في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي بيزود الناتج المحلي الإجمالي ككل للاقتصاد المصري ثانيا بيزود من فرص العمل وبالتالي بيساهم في تراجع معدل البطاله صحيح. ثالثا بيزود من قدره تنافسيه المنتجات المصريه في الخارج لما بنروح نصدرها خاصه ان احنا عندنا استراتيجيه عامه وهدف عام للوصول بالصادرات لمئه مليار دولار واحنا تقريبا ابتدينا على الطريق الصحيح وتخطينا حاجز الخمسين مليار دولار احنا اخر رقم كان ثلاثه مليار دولار صادرات مصريه وبالتالي الرقم مش بعيد لتحقيقه ولكن احنا محتاجين الاسراع في زياده المكون المحلي في الصناعه المصريه وسعدت جدا في اطلاق مبادره ابدا اللي عجلت بوتيره التصنيع وزيادة الاهتمام عم. بالصناعة المصرية خاصة في جزئية محددة احنا كنا دايما بنسمع عن المصانع المتعسرة صحيح. والمصانع المتعثرة دي كانت بتتراوح التقديرات فيها انها تعدت الثلاثة ألاف مصنع حاليا مبادرة ابدأ اتعاملت مع وخمسمائة مصنع وشافت التحديات اللي بتواجههم والمعوقات وابتدت ان هي تسهل عمليه الانتاج و تشوف الاجراءات اللي متعطله وعشان تحطهم ونمر... على طريق الانتاج وضخهم داخل عمليه الانتاج في الاقتصاد المصري وده بالطبع هيساهم بشكل كبير جدا على حدوث طفره خلال الفتره القادمه في عمليه التصنيع وقطاع الصناعه نعم. في الحوار الوطني ال 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 احنا محتاجين ان يكون في تركيز اكتر زي ما قلت قبل كده على صناعات محدده بعينها يكون لينا فيها ميزه تنافسيه م. نقدر نطلعها بشكل كويس بجوده كويسه تقدر ان هي تلبي احتياجات السوق المحلي ونستغل بعد كده الفائض في الصادرات وفتح ده. اسواق جديده. دكتور صناعات بعينها ولا ممكن انا اقدر انهض من خلال الصناعات التكميليه؟ لان دي برضو قطاع كبير جدا وهتعظم من فكره زياده المكون المحلي. ما هو عشان كده انا قلت لازم يكون عندنا خريطه واستراتيجيه واضحه بالمستهدفات اللي الدوله الدوله طبعا بيكون عندها كل المعلومات والبيانات صحيح. المحدده اللي تقدر او يخلي صانع القرار الصناعي او صانع القرار الاقتصادي يبقى شايف المعطيات كامله قدامه ويقدر يحدد بالظبط ايه الفجوات اللي محتاج ان انا اسد فيها الثغرات دي وانميها واضخ واوجه الاستثمارات اللي ممكن تكون جايه ناحيه الصناعات دي بعينها او ناحيه القطاع ده بحيث ان انا ازوده واطوره وانميه. صحيح. الصناعات التكميليه مهمه زي الصناعات المغذيه برضو يعني احنا محتاجين الصناعه الكبيره جنب الصناعه المتوسطه لان بيحصل ما بينهم عمليه تكامل م. يعني مثلا هضرب لحضرتك مثال صناعه الاجهزه المنزليه ممكن المصنع بيعمل الغساله او الثلاجه ولكن بيحتاج مصنع يعمل له العملية التغليف أو الكرتون اللي بيغلف المنتج ده وبالتالي دي صناعة محتاجينها عشان تبقى مغذية للصناعة الكبيرة فكل قطاع أو كل صناعة ليه أهميته في عملية التكامل الصناعي بشكل عام وبالتالي ما نقدرش نقول ده مهم أكتر أو ده مهم أكتر الاثنين مهمين في إخراج المنتج التام في النهاية طيب السياحة. السياحة أيضا تعتبر هي صناعة و... مصر لو هنتكلم على الموارد اللي ربنا حباها بيها كتير جدا وانواع مختلفه جدا من انواع السياحه. صحيح. ايه اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نعظم من استفاده مصر من السياحه؟ طبعا السياحه يعتبر من الموارد الخمسه الرئيسيه لجلب العمله الدولاريه للدوله المصريه. وفي وقت من الاوقات كانت بتدخل 13 مليار دولار للدوله المصريه رقم كبير في وقتها. طبعا اتأثرت شويه بظل الظروف اللي حصلت قبل كده ولكن الدوله عندها برضو مستهدف ان هي وفقا لتصريحات وزير السياحه ان يوصل بالعائدات الخاصه من السياحه ل 30 مليار دولار بس احنا محتاجين رفع كفاءه اكتر للخدمات المقدمه للسائحين عاوزين يبقى في وعي اكتر وتدريب على المهارات بالنسبه للموظفين اللي شغالين في قطاع السياحه لان دول بيعتبروا الوجهه بصف. الاساسيه لتقديم صحيح. الخدمه وبالتالي ده المردود اللي بيعود به السائح مره تانية للدوله طبعا. المصريه لازم في الـ الـ هي ممكن تكون حاجات بسيطه ولكن بيكون العائد منها اكبر اكبر مم. يعني تكلفه التدريب وتطوير المهارات للموظفين في قطاع السياحه هيعود بشكل اكبر بمليارات الدولارات لما يزيد حجم الوافدين للسياحه داخل مصر، خاصه زي ما حضرتك قلتي مصر تمتلك العديد من الاماكن السياحيه المهمه جدا في اكثر من محافظه. اعتقد في انواع السياحه كمان يا فندم جديده ظهرت في العالم كله محتاجين نطرق ابوابها اعتقد. اه اذا كان السياحه البيئيه او السياحه العلاجيه فكل ده بيساهم بشكل كبير جدا في دعم قطاع السياحه وسياحه ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بس محتاجين سرعه في تدريب الكوادر اكتر لان دول هم اللي هيتعاملوا مع السائح وكمان ممكن يبقى في مجموعه من الحوافز اللي تقدم للسائحين بحيث ان هم يقبلوا على مصر اذا كان في تكلفه الاقامه في تكلفه تذاكر الطيران يعني احنا تكلفه الاقامه عندنا مقارنه بالخارج اعتقد احنا اقل اسعار للغرف الفندقية علي سبيل المثال وفي نفس الوقت احنا نهضنا الى حد ما وعملنا عمليه تنميه واعاده تطوير لكتير من المتاحف بتاعتنا وكنا امام احداث هي احداث تاريخية وقف قدامها كتير موقو بالطبع خاصة خاصة المشاهد أوكيف. والاحتفال الخاص بالمتحف المصري والاحتفالات اللي احنا شاهدناها في أكثر من مكان دي جذبت الأنظار وفعلا استغلتها وزارة السياحة في الترويج للأماكن السياحية اللي موجودة وده بالطبع أكيد هيكون ليه تأثير إيجابي على نهضة السياحة في مصر خلال الفترة القادمة <applause> طيب بشكل عام دكتور مصطفى واحنا بنقول ان كل الدوائر متشابكه ومتصله المحور الاقتصادي بالسياسي بالاجتماعي لكن احيانا بيبقى في خط عريض او عنوان عريض ل عامل من العوامل اللي بتجمع الثلاث محاور مع بعض ما هو هذا العامل هل تتفق مثلا انه هذا العامل لو هنتكلم على الاقتصادي والاجتماعي تحديدا محور الزياده السكانيه فلازم تكون في اولويات القضايا التي يجب ان نتعامل معها الزيادة السكانية يعتبر من الأسباب الرئيسية لأن المواطن ما بيشعرش بعوائد التنمية أو جهود الدولة اللي بتبذلها خلال 8 سنين لأن الدولة بتتحرك بشكل سريع جدا وبتضخ استثمارات حكومية كبيرة جدا يعني المفروض أن هي في الموازنة الجديدة 587 مليار جنيه زودت أكتر من 200 مليار جنيه عشان تقدر تعمل مشروعات اكتر توفر فرص عمل اكتر لكن الزياده السكانيه المتلاحقه اللي بتشهدها مصر احنا بنزيد تقريبا اكتر من 2 مليون في السنه صحيح. فبالتالي ده بيأثر بشكل كبير جدا على شعور المواطن في تقدم التنمية. تقدم التنميه الدوله حتى مفهوم عريض اسمه النمو الاحتوائي النمو الاحتوائي ده ان هو ان انا باخد عوائد التنميه او الايرادات اللي بتدخل للدوله المصريه ان هي يتم توزيعها بشكل عادل على كافه محافظات الجمهوريه مع الاخذ في الاعتبار ان تطوير وتحديث البنيه التحتيه الاساسيه اللي بيعيش فيها المواطن بحيث ان هو يشعر ان في تحديث حصل في المنظومه التعليميه حصل تحديث في المنظومه الصحيه حصل توافر آه، في فرص عمل يقدر ان هو يشتغل ويدخل دخل مناسب يقدر صحيح. يلبي بيه احتياجاته م -م. وبالتالي ال 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 المفهوم او الخط العريض اللي حضرتك تقصديه هو كلما آه زادت ايرادات الدوله زادت آه مظله الحمايه الاجتماعيه زادت عوائد التنميه والشعور من المواطن دكتور بيها دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال يعني لو مواطن بسيط بيتفرج علينا دلوقتي وسريعا جدا انا هحس بنتائج هذا الحوار الوطني امتى؟ احنا إم بنتكلم في موضوعات مهمه جدا وقضايا مهمه جدا كلها بتشغلني الحقيقه وانا فعلا عارف كل الكلام ده. انا أحس بالنتائج دي امتى؟ طيب العمليه الاقتصاديه او اجراءاتها بتاخد وقت يعني احنا بنحط السياسه الاقتصاديه بنطبقها المفروض بعد كده ان انا بعمل قياس اثر للسياسه الاقتصاديه اللي انا طبقتها دي مم. هل جابت النتائج الايجابيه او المستهدفات اللي انا عاوزها من السياسه وتطبيقها ولا حصل في انحراف محتاج اصححه واعدل مساره وبالتالي العمليه ومراحلها دي بتاخد وقت. وقت فبالتالي شعور المواطن بتوصيات اللي هتخرج عن الحوار الوطني اعتقد ان هي هتاخد فتره زمنيه لا تقل عن سنتين عشان تقدر تطبق وتتنفذ وايجاد الموارد زي ما قلت ليها عشان تقدر ننفذها بالشكل المطلوب وتحقق مستهدفاتها. نعم يعني احنا بنتكلم على مساله وقت ويمكن زي ما دايما بياكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا هنظل في حاله حوار مستمره علشان خاطر نصوب من انفسنا في حاله الحياد عن آه الطريق لمستقبل افضل دايما لي يعني مش بس للاجيال الحاليه لكن كمان لمستقبل افضل وحياه كريمه للاجيال المستقبليه بنشكر حياك الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه كنت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر شكرا لك شكرا جزيلا استاذ احمد شكراً, شكرا, جزيلا لحضرتك شكرا. يفاني. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده كنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات من سبعه الى عشره ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر